بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي ليلة في ختام هذا الأسبوع. النهاردة الخميس، حلقة نهاية الأسبوع، بالتأكيد حلقة هيكون فيها أخبار عديدة، أخبار محلية، أخبار إفريقية، والبداية بالتأكيد هتكون من أخبار النادي الأهلي استعدادا للمرحلة القادمة. طبعا بالامس كانت حلقه فوق الوصف للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وحديثه عن مشوار الفريق خلال الفتره القادمه، حلقه لاقت رد فعل ايجابي جدا من قبل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وضع النقط على الحروف في امور عديده جدا فيما هو متعلق بمستقبل الفريق خلال الفتره القادمه وما تعرض له فريق النادي الاهلي خلال الموسم الجاري، سواء تحكيم موسم متعلق بضغط مباريات في جدول الدوري العام من أصعب المواسم كمان اللي اعتبرها الكابتن سيد عبد الحفيظ على المستوى الشخصي بالنسبة له وهو موجود على رأس القيادة الخاصة بفريق كرة القدم في النادي الأهلي كمدير للكرة. الموسم القادم بالتأكيد خلاص، احنا النهاردة بنتكلم في يوم 13/6، فخلاص أقل من حوالي 10 أيام ويبدأ الفريق إن شاء الله مرحلة جديدة وخطوة جديدة، هي خطوة للموسم الجديد لكن هتكون بداية لنهاية الموسم الماضي. كلام فيما معناه طبعا ملوش علاقة بفنيات كرة القدم ولوش علاقة بطبيعة ومشوار كرة القدم، لكن هي ده حال الكرة المصرية في السنوات الأخيرة مش السنة دي بس، وده أكيد ممكن ينعكس أيضا سلبا على المرحلة القادمة. مش هعتبر دي مقدمة لما هو قادم أو اعتبر دي مقدمة للي هيحصل الفترة القادمة، لكن الجهاز الفني بيعتبر أن الموسم القادم هيبدأ للاستعداد كفترة إعداد مصغرة إن شاء الله يوم 22 من الشهر يونيو الجاري، ثم بعد ذلك معسكر في إحدى الدول الأوروبية بإذن الله بداية من أول شهر يوليو المقبل بإذن الله، ثم بعد كده المباريات التي سنرى موعدها إذا ما تقرر إلغاء كل هذه القرارات بإذن الله. النادي الأهلي بالتأكيد مستمر في مشواره القانوني في هذه المسألة، وكانت هناك جلسة في مركز التسوية والتحكيم بالأمس لبحث هذا الموضوع وتأجلت لجلسة 2 من شهر يوليو القادم. طيب النهاردة في مجموعة أخبارنا قلنا في أخبار محلية وأخبار عالمية وأخبار متعلقة بالكرة الإفريقية، لكن بداية أهم هذه الأخبار وهو خبر من الفرنس فوتبول. مجلة الفرنس فوتبول هي من أشهر المجلات الفرنسية، وهذه المجلة كانت بتعطي الحذاء الذهبي أو جائزة أفضل لاعب في العالم قبل ما الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعتمد هذه الجائزة، وبالتالي يقوم هو بشكل مباشر بإعطاء هذه الجائزة من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. لكن مجلة الفرنس فوتبول استطلعت آراء خبراء كرة القدم في إفريقيا لمعرفة من هم أفضل نجوم القارة عبر التاريخ حتى هذه اللحظة، واحنا بنتكلم في اكتر من حوالي 100 سنه او اكتر من حوالي 90 80 سنه في الكره الافريقيه، مشوار بطولات افريقيه اللي بدات منذ عام 1957، بطولات الانديه الافريقيه اللي بدات في الستينات، الكره الافريقيه كره عريقه جدا وفي منتخبات وفي نجوم كان لهم تاريخ كبير جدا مش في مصر بس، لا ده كمان وفي افريقيا، لا كمان كان لهم دور في الكره الاوروبيه مع الانديه اللي احترفوا في صفوفها في السنوات الماضيه. لكن خبراء الكره، وتحت كلمة خبراء الكرة حط مليون خط، لأن خبراء الكرة في إفريقيا لما بيختاروا أبرز النجوم بيختاروا أبرز النجوم اللي كان لهم كمان تأثير على الجمهور في القارة الإفريقية، وجعل لعبة كرة القدم من أميز وأهم اللعبات واللعبة الشعبية الأولى في القارة الإفريقية، القارة السمراء اللي طلعت لنا نجوم ومواهب كبيرة جدا. مجلة الفرنس فوتبول بعد استطلاع آراء الخبراء اختارت 4 مصريين ضمن أفضل 30 في القائمة اللي تم اختيارها وأعلنت اليوم على صحيفة المجلة الفرنس فوتبول. أبرز هؤلاء المجموعة والأربعة المصريين طبعا على رأسهم الكابتن محمود الخطيب نجم النادي الأهلي والأسطورة والموسوعة القروية الكبيرة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الوقت الحالي والنجم وأحد رموز الكرة المصرية ورموز النادي الأهلي في الفترة السابقة، كان من ضمن الاختيارات الكابتن محمود الخطيب وأيضا محمد صلاح نجمنا المصري في ليفربول. طبعا محمد صلاح بيسطر تاريخ كبير جدا في الكره الاوروبيه وتحديدا كمان في الكره الانجليزيه خلال الفتره الاخيره، وايضا نجمنا الكابتن محمد ابو تريكه، تريكه معشوق الجماهير، تريكه صاحب البطولات الافريقيه في اللحظات الحاسمه، اسم كبير وليه دور كبير جدا وكان من ضمن الرموز ايضا كمان مع النادي الاهلي في فتره من الفترات السابقه، واخيرا وليس اخرا حارس المرمى السابق لمنتخبنا الوطني عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق من ضمن الاختيارات في أفضل 30 لاعب في تاريخ إفريقيا. وبالتالي خبراء الكرة في إفريقيا بيروا
ان دول افضل وابرز اربع عناصر في الكره المصريه من ضمن ال 30 في القاره الافريقيه، لكن على راسهم الليبيري جورج وايا نجم نادي اي سي ميلان الايطالي، سامويل ايتو برشلونه، روجيلي ميلا مونبلييه، وسامويل ايتو وروجي ميلا طبعا نجوم الكره في الكاميرون، ديدي دروجبا، عبيدي بيلي، رابح ماجر، اوستن اوكوشا النجم النيجيري، ساليف كيتا، مصطفى دحلاب، لوران بوكو، يايا توري، كالوشا بواليا، رشيد مخلوفي، توماس نكونو، اسامي كبيره جدا في الكره الافريقيه، كان لهم تاريخ كبير جدا وطويل جدا مع الكره الافريقيه وفي بطولات الامم. اكيد المعيار متعلق ب افضل الاهداف الافريقيه، عدد المباريات اللي خاضوها في البطولات الامم الافريقيه، مشوارهم مع الانديه وعدد البطولات اللي حققوها مع انديتهم ومع منتخبات بلادهم، فبالتالي جائزه ليها قيمه كبيره جدا. وبالنسبه لنا كمان على راس هذه الاختيارات الكابتن محمود الخطيب، لانه سجل اكثر من 200 هدف في البطولات الافريقيه وبطولات النادي الاهلي حتى على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، وحقق اكثر من 10 القاب كمان افريقيه، بالاضافه لده تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983، وكانت هذه الجائزة أيضا بتمنح من الفرنسا فوتبول، في ظل أيضا كمان كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في هذا التوقيت لم يعطي أو لم يعتمد هذه الجائزة داخل الاتحاد القاري، لكن جائزة الفرنسا فوتبول كأفضل لاعب إفريقيا كانت بتمنح من مجلة الفرنسا فوتبول. ده كان أبرز الأخبار النهاردة اللي بالتأكيد الكل عبر السوشيال ميديا وكل الصحف والمجلات بتتكلم عليه خلال الساعات الحالية، لأنه حاجة تدعو للفخر لما يكون رموز الكرة في إفريقيا على رأسهم نجم كبير في النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ومعه أيضا عدد من لاعبي النادي الأهلي السابقين أبرزهم كمان محمد أبو تريكة ونجمنا المصري محمد صلاح، اللي بالتأكيد بنتمنى له التوفيق إن شاء الله في مشواره مع منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله، لا تنطلق إن شاء الله يوم الجمعة بعد القادم. طيب خبر آخر وتصريح مهم جدا لعلي معلول الظهير الأيسر للمنتخب التونسي والظهير الأيسر للنادي الأهلي. كلنا اتفاجئنا أول أمس بقرار ألان جريس باستبعاد علي معلول من قائمة المنتخب التونسي وتعويضه بكريم العواضي. رد فعل جمهور النادي الأهلي أثار الجميع في تونس قبل مصر. ورد فعل جمهور النادي الأهلي يمكن لقى تأثير إيجابي جدا على نفسية علي معلول نجم المنتخب التونسي ونجم النادي الأهلي. علي معلول النهارده كان ليه تصريحات مهمه جدا عبر احدى الاذاعات التونسيه. اولا طبعا اهتم جدا بفكره المصلحه الجماعيه للمنتخب التونسي، وهنا برضو بيوري لك مدى تاثير الافكار اللي بتتقال دايما داخل النادي الاهلي على اللعيبه المحترفين اللي بيبقوا موجودين داخل النادي الاهلي، ان الفريق الروح الجماعيه او الفريق الجماعي الالقاب بالنسبه له اهم جدا من الالقاب الفرديه. فبالتالي حديث علي معلول النهارده لما قال هذا منتخب تونس وليس لاعب أو جهة معينة، وبالتالي أتمنى التوفيق لجميع زملائي في تحقيق نتيجة جيدة في كأس الأمم الإفريقية الفترة القادمة. قال جملة مهمة جدا، كرة القدم بتربح من خلالها عدة أمور مثل المال ومشوار كبير وحب الناس من قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن لما جمهور النادي الأهلي بالنسبة لك يتكلم عنك ويدعمك ويحفزك، ده أهم وأكبر كبير كتير جدا من الشهرة والمال. حب الجمهور ده لا يعوض، وحب الجمهور أهم لأي لاعب من الشهرة والمال. وبشكر بشكل خاص جمهور النادي الأهلي على هذه اللفتة الطيبة والروح الجميلة اللي صدرت من جماهير النادي الأهلي، وأيضا بيشكر كمان جمهور نادي الصفاقسي التونسي، لأن كمان علي معلول من اللعيبة اللي نشأت وترعرعت وانطلقت في الكرة التونسية ومن أبناء مدينة صفاقس ومن أبناء نادي الصفاقسي التونسي. قال أيضا في مصر من الصعب أن يحظى لاعب أجنبي بشعبية وحب الجماهير، أشكر جماهير النادي الأهلي على تعاطفهم معي وإن شاء الله يروا مني كل خير خلال الفترة القادمة. علي لو بصينا في الأرقام والإحصائيات وتحديدا في مركزه كمركز الظهير الأيسر في المنتخب التونسي، علي معلول أرقامه السنة دي مع النادي الأهلي وفي مشواره الإفريقي مع النادي الأهلي أكتر من أيمن بن محمد الظهير الأيسر لنادي الترجي التونسي واللي موجود حاليا في صفوف المنتخب التونسي، وأيضا من وجد كشريدة الاحتياطي الثالث في هذا المركز. علي معلول السنة دي يعتبر أبرز لاعب في الكرة الإفريقية تأثيرا في مكانه وفي مركزه، ومن أكثر اللاعبين عمل كرات أسيست للمهدفين وتهديفا كمان مع النادي الأهلي في الدوري المصري وفي البطولات الإفريقية، فلاعب قيمة كبيرة جدا. وبصراحة كده بطولة الأمم القادمة مش عارفين فيها الاختيارات ماشية إزاي، لأن بصراحة أبرز ثلاث لاعبين
في الكرة الإفريقية في الفترة الأخيرة مش موجودين في كأس الأمم. علي معلول مع المنتخب التونسي ونجم النادي الأهلي، ونجم المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النادي النصر السعودي والمحترف في الدوري السعودي ونجم المنتخب المغربي وهداف الكرة السعودية في الموسم الماضي. أبرز اثنين لعيبة محترفين في الفترة الأخيرة غير موجودين في كأس الأمم الإفريقية. قرارات هي هيسأل عنها في النهاية سواء آلان جريس أو هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي، لكن في النهاية هنشوف البطولة هتمشي إزاي، وساعتها هل وجهة النظر الفنية هتكون صح ولا استبعاد أهم اثنين لعيبة في المنتخب التونسي والمنتخب المغربي رد فعلها إيه الفترة الجاية، لأن كمان حتى المنتخب الوطني المنتخب المصري عمرو السولية عدد من اللعيبة كمان أحمد فتحي، يعني أنا مش متخيل أتفرج على منتخب مصر في كأس الأمم وما فيهوش أحمد فتحي. فالمهم يعني البطولة الجاية اختيارات المدربين هي اللي هتكون عامل الحسم، وهنشوف وجهة النظر حسب النتيجة هي اللي هتحدد إذا كانت وجهة نظر المدرب صح ولا غلط. عايز أقول لكم كمان بعد قليل إن شاء الله في تمام الساعة 9 مساء منتخبنا الوطني لكرة القدم بيبدأ بقى إن شاء الله مشواره في الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية إن شاء الله هتنطلق في مصر يوم 21 من شهر يونيو الجاري. عنده مباراة إن شاء الله في الساعة 9 من مساء هذا اليوم أمام منتخب تنزانيا، هتقام على استاد برج العرب إن شاء الله، يمكن دي أولى مباريات الإعداد لكأس الأمم. طبعا الفترة الأخيرة كلها كانت فترة استعداد تدريبات بدنية في معسكر مغلق في برج العرب، لكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة ومباراة ودية أخرى إن شاء الله بعد 72 ساعة أمام منتخب غينيا هنشوف في النهاية خافير أجير المدير الفني المكسيكي التشكيلة الأساسية اللي ممكن يستقر عليها لخوض غمار هذه المنافسات الإفريقية. البطولة صعبة جدا جدا جدا، والمقياس لشكل المنتخبات وتقدر تقول من الأقرب للفوز باللقب مش هيتضح إلا بداية من دور الثمانية، لأن الأدوار الأولى ودور الستاشر مش هتبقى المنافسات بالشكل القوي نتيجة طبعا زيادة عدد المنتخبات الإفريقية إلى 24 منتخب. التشكيلة اللي معايا الأقرب أو للمشاركة في هذه المباراة: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد المحمدي ظهير أيمن، أيمن أشرف ظهير أيسر، محمود علاء وأحمد حجازي اثنين مساكين، اثنين وسط ارتكاز نبيل عماد دونجا وطارق حامد، أمامهم ثلاثة في خط الوسط الهجومي: وليد سليمان، عمرو وردة، عبد الله السعيد وأحمد علي. وجهة نظر أجيري خلال هذه المباريات الودية هيجرب كل التوليفة وكل العناصر، لكن في هذه المباراة محمد النني ومحمد صلاح مش هيكونوا موجودين في مباراة تنزانيا النهاردة، بالتأكيد للتحكم مؤخرا خلال الفترة الأخيرة مع معسكر منتخبنا الوطني. وعلى فكرة ده مش غريب، لأن ساديو ماني كمان مع وصول منتخب السنغال إلى القاهرة أو إلى مصر أيضا ساديو ماني التحق بمنتخب السنغال، لأن هي فترة راحة نادي ليفربول كان أعطاها للاعبيه الدوليين خلال العشرة أيام الأولى من شهر 6، يكون فترة راحة سلبية بعد نهاية موسم شاق طويل جدا في الكرة الأوروبية والدوري الإنجليزي. بمناسبة الحديث عن المنتخب الوطني، محمد صلاح النهاردة في دراسة علمية ظهرت عن أغلى 11 لاعب على مستوى العالم من ناحية القيمة التسويقية. محمد صلاح يعتبر تاني أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة التسويقية في الدوريات الخمس الكبرى: الدوري الإنجليزي، الأسباني، الإيطالي، الفرنسي، الألماني. وجاء محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثاني بعد النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. كيليان مبابي وصل ثمنه إلى 252 مليون أورو، لكن محمد صلاح قيمته التسويقية وصلت إلى 219.6 مليون أورو. ثم جاء في المركز الثالث رحيم ستيرلينج بقيمة 207.8 مليون أورو. خبر آخر متعلق بمنتخبنا الوطني أيضا، يمكن التصريح مهم للكابتن أحمد ناجي مدرب الحراس بيتكلم عن حارس منتخب مصر خلال الفترة القادمة هيتم اختياره نظرا للجاهزية النفسية والفنية. كابتن أحمد ناجي ليه معيار معين في اختيار حارس المرمى اللي هيحرس مرمى منتخب مصر في كأس الأمم، وشايف الكابتن ناجي أن هناك معيارين لاختيار حارس المرمى: الجاهزية الفنية والجاهزية النفسية. والجاهزية النفسية هيكون لها معيار مهم جدا يمكن يفوق الجاهزية الفنية على فكرة في اختيارات حارس المرمى اللي هيقود منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله الأسبوع القادم. طبعا كابتن أحمد ناجي اشتغل مع محمد الشناوي وأحمد الشناوي وجنش في فترات سابقة، فهو الأكثر دراية بالحارس اللي هيكون عنده اتزان نفسي وعدم رهبة في المشاركة في كأس الأمم، لأن هناك عدد من الحراس ممكن في بداية مشاركتهم في بطولات كبيرة زي دي بيتعرض لإصابات، والإصابة بيكون نتيجة العمل النفسي. فبالتالي الكابتن ناجي المرة دي مهتم جدا بالمعيار ده مع المعيار الفني عشان ما يكونش فيه أي
غيابات او ارتباك في اختيارات الحراس مع انطلاقه بطوله كاس الامم، واكيد كمان هيكون في راي مهم جدا لاجيري مع الكابتن احمد ناجي في اختيار هذا المركز في البطوله القادمه. لكن على المستوى الاداري من الناحيه الاخرى، طبعا خلال الفتره الحاليه في استعدادات لهذه البطوله الكبيره، سواء بقى في استاد القاهره الدولي، استاد الدفاع الجوي، استاد السلام، كل الاستادات بيتم تجهيزها على ناحيه الانشاءات لاستضافه هذه البطوله الكبيره. لاول مره 6 استادات ان شاء الله بتستضيف هذه البطوله في 4 محافظات. النهارده كان في زياره مهمه جدا للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكان معاه ايضا الاستاذ محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، لتفقد التطويرات الجاريه في استاد القاهره والاعمال الانشائيه قبل افتتاح الاستاد ان شاء الله، مع افتتاح البطولة الامم باذن الله يوم 21 من الشهر الجاري باذن الله. كان في تفقد للمقصوره الرئيسيه، ايضا صاله كبار الزوار، المركز الاعلامي، الطريق المؤدي للاستاد، استاد القاهره شكل تاني خالص في بطوله الامم القادمه بعد حوالي صيانه حوالي 3-4 شهور في الفتره الاخيره. بصراحه معجزه، يعني لو بنتكلم في 3-4 شهور عشان تحضر لبطوله امم ب 24 منتخب، ده يعتبر اعجاز، لان اي دوله لما بتستضيف بطوله امم بيتم التحضير ليها قبلها بـ2 و4 سنين، لكن لما مصر بتاخد هذه البطوله وبتبقى على عاتقها عشان تنظمها وتنقذ الاتحاد الافريقي بتنظيم هذه البطوله بعد سحب البطوله من الكاميرون، ده انجاز كبير جدا للقيادات الرياضيه والقيادات السياسيه في مصر، ان مصر استطاعت في الوقت القياسي ان هي تنظم هذه البطوله. وحفل القرعه كان حفل ابهر كل الجميع الحاضرين او كل وسائل الاعلام اللي نقلت هذه الحفله خلال الفتره السابقه، وان شاء الله يكون حفل افتتاح عالمي في كاس الامم الافريقيه القادمه وتنظيم ان شاء الله على اعلى مستوى. طيب، على كاس الامم النهارده كان في تصريح مهم جدا لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، تصريح كان على صحيفه ليكيب الفرنسيه ونقلته او نقله موقع افريكا فوت الكرة الإفريقية، هذا الموقع مهتم جدا بالكرة الإفريقية. تصريحات إنفانتينو من غير ما تقرا الكلام الإنشاء اللي مكتوب، لا، تتعمق في تفاصيل الخبر، لأن تفاصيل الخبر بتديك صورة لما هو قادم. وهربط التصريح ده بالبيان اللي كان صدر عن الفيفا في اليوم اللي كان أحمد في باريس بعد كونجرس الاتحاد الدولي تم استدعائه للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية في هذا اليوم. يمكن جاني إنفانتينو قال إن الوضع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مقلق، وإنه على المستوى الشخصي كرئيس للاتحاد الدولي قلق جدا من الوضع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقال يجب احترام احتمالية براءة أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي من التهم الموجهة له، لكن إذا وجدت أي شبهة فساد ستقوم لجنة الأخلاق داخل الفيفا بالتحقيق مع أي شخص، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال من الواضح وجود مشاكل داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرهن على ده، بس مش هو البرهان الأساسي، يعني برهن على ده بجزء من الأحداث اللي حصلت في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مباراة الإياب اللي أقيمت في تونس بين الترجي والوداد، وستعاد إن شاء الله حسب قرار المكتب التنفيذي حتى الآن إذا لم يكن للمحكمة الرياضية الدولية قرار آخر بعد الطعن عليه من قبل سواء نادي الوداد او نادي الترجي خلال الساعات القادمه. قال الاتحاد الدولي لكره القدم بيتابع الوضع الحالي في افريقيا بشكل جيد، وقال ان بعض الاتحادات المحليه داخل القاره الافريقيه طلبت من الاتحاد الدولي التدخل لحل هذه الازمات اللي ممكن تؤثر سلبا على القاره الافريقيه. قال فيفا يريد مساعده افريقيا للخروج من هذا الموقف، ولا نريد الاختباء خلف جمله، ذلك يخص كاف وإفريقيا ولا يخص فيفا. تصريح ده مهم جدا، قال الفيفا بيريد مساعدة الكرة الإفريقية والاتحاد الإفريقي، ومش عايزين نختبئ حول جملة إن ده شأن داخلي بالاتحاد الإفريقي. وده إن دل على شيء بيدل على إن البيان اللي صدر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم في اليوم اللي تم الاستدعاء لأحمد في السلطات الفرنسية بيدل إن الاتحاد الدولي أكيد خلال الفترة القادمة هيكون ليه تدخل في هذا الشأن إذا ما ثبت هناك فعلا مشاكل سواء إدارية أو فنية أو مالية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طيب، خبر آخر متعلق بجزء من تصريحات إنفانتينو، وهو الجزء المتعلق بما حدث في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. طيب، الترجي بيعلن عدم خوضه مباراة الوداد المغربي في إعادة نهائي دوري الأبطال. هذا التصريح لوليد العارم عضو مجلس إدارة نادي الترجي التونسي نشر عبر صحيفة الصباح التونسية.
قال فيه إن فريق الترجي متمسك بكامل حقوقه خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد في باريس، مؤكدا أن الترجي لن يخوض مباراة العودة. بالأمس أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف القرارات الرسمية التي صدرت من المكتب التنفيذي في خطاب رسمي إلى كلا الناديين، نادي الترجي التونسي ونادي الوداد المغربي، وذكر في خطابه أن القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي جاءت نتيجة سوء العملية التنظيمية والأمنية في التنسيق ما بين نادي الترجي مع اللجنة المشكلة من الاتحاد الإفريقي لتنظيم هذه المباراة، وبالتالي ستعاد هذه المباراة بعد كأس الأمم وسيتم تحديد الموعد خلال الفترة القادمة. ومنح الاتحاد الإفريقي في خطابه الذي أرسل للناديين 10 أيام بدءا من تاريخ الأمس للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية. من معلومات النهاردة وحسب ما سمعت فعلا من تصريحات لمسؤولين في نادي الوداد على إذاعة راديو مارس المغربية، أن نادي الوداد المغربي هو اللي تقدم بطعن على قرارات المكتب التنفيذي أمام المحكمة الرياضية الدولية، يرفض فيها إعادة المباراة وسيطلب الفوز باللقب وتتويج الوداد بالكأس نتيجة خروقات حصلت في هذه المباراة مخالفة للائحة. طيب أنا معايا على التليفون لشرح كل هذه المعلومات والتأكد من فكرة طعن نادي الوداد على قرار المكتب التنفيذي الناقد الرياضي المغربي الأستاذ جمال استيفي. أستاذ جمال مساء الخير على حضرتك. مساء النور، مساء النور عليك وعلى الإخوة والأخوات في مصر. جايين مصر إمتى إن شاء الله؟ كأس الأمم خلاص الأسبوع القادم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تنوروا مصر بإذن الله. المنتخب المغربي والمصري ولجميع المنتخبات العربية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله. أكيد ننتظر بالتأكيد وجود وفد إعلامي ووفد من الجماهير المغربية، وحسب ما أعلم أن هناك يعني تسهيلات في وجود الجمهور المغربي إن شاء الله خلال الفترة القادمة. تنوروا وتشرفوا مصر إن شاء الله، وكل التوفيق للمنتخب المغربي والمنتخبات العربية كلها في البطولة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله، والمؤكد أنه سيكون يعني وفد إعلامي مغربي كبير، وأيضا يعني سيكون جمهور مغربي كبير يحضر لمصر لتشجيع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله. طيب هل حقيقي حسب ما أعلن النهاردة في إذاعة راديو مارس المغربية أن نادي الوداد سيتقدم بطعن أو تقدم بالفعل لدى المحكمة الرياضية الدولية يرفض فيها إعادة المباراة ويطلب تتويجه باللقب الإفريقي؟ هو بالنسبة يعني لهذا الملف اللي كل مرة هناك مسلسل وحلقة جديدة في مسلسل مباراة الوداد والترجي، يعني مسلسل فضيحة رابس، دائما هناك دائما حلقات جديدة في هذا المسلسل. من المؤكد أن هناك فئات كبيرة من جمهور الوداد تطالب أيضا بلجوء الفريق إلى محكمة التحكيم الرياضية الطاس، لأنها تعتبر أن من حق الوداد أن يحصل على يعني ليس فقط على يعني إعادة المباراة، وإنما أن يحصل على اللقب يعني بحكم من يعني من محكمة التحكيم الرياضية الطاس. ما أستطيع أن أؤكده لك هو أنه إدارة الوداد تهيئ بدورها ملفا بوضعه لدى محكمة التحكيم الرياضية الطاس. حسب معلوماتي هناك ملف يتم تهيئه في هذا الصدد، لتعرف أنه الجامعة التونسية ومعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد توصلت يعني بشكل رسمي بالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي للكاف والقاضي بإعادة المباراة في ملعب محايد، وأنت تعرف أن هناك أجل لمدة 10 أيام لوضع الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية الطاس. وأنا حسب معلوماتي أن إدارة الوداد تهيئ ملفا كاملا في هذا الاتجاه تحسبا لأي مفاجآت، وأيضا من أجل الحصول على ما يعتبره فريق الوداد وجمهور الوداد حقا ضائعا له في مباراة الوداد والترجي التي اعترف يعني أنا حصلت على نسخة يعني من المراسلة التي بعث بها الاتحاد الافريقي لكرة القدم الى فريق الترجي التونسي ومن خلال وايضا لفريق يعني الوداد من خلال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيها جاء فيها بالحرف ان شروط اللعب وشروط السلامة لم تكن يعني متوفرة في المباراة. وحينما نتحدث عن شروط السلامة نتحدث عن الشروط يعني التنظيمية، الشروط الأمنية التي رافقت المباراة، ولا ليس هناك حديث عن الأمن يعني في تونس، وإنما الحديث عن ما حدث في يعني في على أرضية الملعب. أيضا داخل الملعب شروط اللعب داخل الملعب، أيضا شروط اللعب يمكن أن ندخل فيها أيضا غياب تكافؤ الفرص فيما يتعلق
باستخدام تقنيه الفار التي كانت حاضره في مباراه الذهاب بالرباط لكنها لم تكن حاضره، وكان هناك تدليس وهناك غش وفي يعني وايحاء بان تقنيه الفار مستخدمه من خلال وضع شاشه في منتصف الملعب قبل ان يتبين ان تقنيه الفار لم تكن حاضره بشكل نهائي في مباراه الفريقين التي جرت في ملعب ريد. اكيد. طيب هو اكيد نادي الوداد ونادي الترجي هينتظروا للساعات الاخيره في اليوم العاشر لتقديم الطعن، لكن واضح كده من المعلومات ان هيكون الطعن من كلا الناديين، في حين ان النهارده في طرح نزل في صحيفه الصباح التونسيه لوليد العارم عضو مجلس اداره نادي الترجي، قال ان الترجي اساسا يرفض اعاده المباراه ولن يطعن على القرار. واذا لاحظت يعني من خلال متابعتي انا شخصيا لتصريحات مسؤولي الاتحاد التونسي وايضا مسؤولي الترجي التونسي، هناك نوع من التباين ومن التناقض بين ما كان يصرح به مسؤول الاتحاد التونسي والترجي في باريس يعني قبل صدور حكم الكاف وبعده ثم تصريحات اخرى بعد عودتهم الى تونس. رئيس اللجنه القانونيه في الترجي التونسي كان في وقت سابق يقول ان الترجي اذا لجا الى الطاس سيربح القضيه، لكنه حينما جاء الى تونس اصبحت له نبره اخرى، اصبح يقول ان احاله الملف لدى الطاس ستكون مهمة صعبة أمام الترجي، وفي هذا أيضا تناقض مع ما كان يقوله في السابق. أيضا وديع الجري الذي كان يقول أن لجوء الترجي إلى الطاس سيمنحه يعني اللقب أصبح يتحدث بنبرة أخرى، بل إنه قال أن إذا لجأ الترجي إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس فإنه سيواجه بعقوبات من طرف اتحاد أفريقيا لكرة القدم. تمام. وهذا أمر غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس هذه أعلى هيئة يمكن اللجوء إليها، وبالتالي اللجوء إليها ليس مبررا للمكتب التنفيذي للكاف أو لأي هيئة أخرى أن تصدر أحكاما ضد من يقاضي مثلا الاتحاد الإفريقي أو الفيفا لدى محكمة التحكيم الرياضي. أنا أعتبر كل هذه الأمور هي تمهيد لعدم لجوء الترجي لمحكمة التحكيم الرياضية الطاس. طيب جمال، سؤال اخير قبل ما اطلع فاصل في اجابه سريعه. المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي سينعقد يوم 18 يونيو الجاري، هذا الاجتماع قد يشهد تعديل في اختيار الفرق التي ستشارك في البطولات الافريقيه، وبالتالي اذا حدث تعديل سيتم تغيير موعد القيد الافريقي ومواعيد اختيار الانديه من الاتحادات الاهليه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه، صحيح؟ صحيح. بالنسبه لموعد القيد الافريقي هناك يعني مراسله فيها تغيير بما يفسح الفرصة لمجموعة من الأندية لقيد لاعبها. أيضا هناك نقطة مهمة يعني فيما يتعلق بأن الفائز بلقب الكأس الاتحاد الإفريقي يمكنه أن يشارك بشكل مباشر في دوري الأبطال الإفريقي كما دوري الأبطال كما يحدث. تمام. في أوروبا أتصور أن هذا أمر مهم جدا، وأيضا يعطي قيمة للفائز باللقب وقد يلقي الفريق ويضمن أيضا مشاركة الفريق الذي يلعب النهائي في المسابقه في الموسم المقبل. اكيد. حتى على مستوى ابطال افريقيا ايضا لابد انه الفريق الفائز ان يمنح مقعدا اضافيا للبلد الذي ينتمي اليه، حتى نعطي ايضا قيمه اكبر للفريق الذي يتوج باللقب. جمال السطيفي الناقد الرياضي المغربي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للكره المغربيه خلال الفتره القادمه. دي كانت مجموعه اخبارنا النهارده خلال برنامج الأهلي لينا النهاردة في ختام هذا الأسبوع، لكن أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة وإطلالة فنية على كل هذه الأخبار وما هو كمان متعلق بتاريخ النادي الأهلي وتاريخ الكرة الإفريقية سواء خلال الفترة القادمة. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني فيها قبل ما اقول انه يكون ناقد رياضي او صحفي هو مؤرخ، لان فكره التاريخ والتاريخ للاحداث الرياضيه والذكريات قليله جدا في مصر، ولما بنصدق بصراحه نشوف حد مهتم جدا بالجزئيه دي عشان الاجيال الصغيره ازاي يسمعوا ويشوفوا تاريخ النادي الاهلي وتاريخ الكره المصريه والتاريخ المصري في الكره الافريقيه وتاريخ النادي الاهلي تحديدا كمان في الكره الافريقيه. برحب معاكم في هذه اللحظات، مش هقول بضيفنا لان هو صاحب البيت كمان،
الأستاذ سعيد وهبة الناقد الرياضي والمؤرخ الرياضي في الكرة المصرية والنادي الأهلي. أهلا بك أستاذ سعيد. أهلا بك، أشكرك يا محمد على المقدمة دي، أنا شاكر جدا. أشكرك جدا. الله يخليك يا فندم. أولا أبدأ معاك، والنهاردة مجلة الفرنسي فوتبول اختارت قائمة أفضل 30 شخصية أو أفضل 30 نجم في الكرة الإفريقية، وهذا الاختيار جاء بمعيار من خلال خبراء الكرة في إفريقيا اختاروا هؤلاء النجوم. كان على رأسهم بالنسبة لنا كمصريين بالطبع ومن ضمن الأربعة المصريين الكابتن محمود الخطيب، وبالإضافة لده بقى ليبيري جورج وايا، سامويل إيتو الكاميروني، روجي ميلا، عبيدي بيليه، رابح ماجر، نجوم أثروا وكان لهم تاريخ كبير جدا في الكرة الإفريقية. وفي حد تاني مصريين غير كابتن محمود الخطيب؟ في محمد صلاح وعصام الحضري وأيضا كمان كابتن محمد أبو تريكة. طبعا. لا ده طبعا اختيار جيد ومشرف لينا كمصر. والحقيقة الكابتن محمود الخطيب يعني ليه تاريخ كبير جدا في أفريقيا وليه شعبية كبيرة جدا في أفريقيا، وهو يكاد يكون من اللاعبين القلائل جدا اللي احتفظوا بشعبيتهم منذ أن غادر الملعب. ودي مسألة نادرة جدا، احنا شفناها في كابتن صالح سليم، لكن في نجوم كتير جدا عبروا تاريخ مصر وكانوا عملوا إنجازات جيدة جدا في التاريخ المصري يعني، لكن مجرد أن غادروا الملاعب اختفوا من المشهد. ده حالة استثنائية الخطيب وصالح سليم، أنه تستمر شعبيته وربما زادت منذ أن غادر الملعب لغاية النهاردة. هو ساب الكورة أعتقد 78 تقريبا، احنا بنتكلم في سنين كتيرة جدا، شعبيته بتتنامى، فانت قدام ظاهره غريبه جدا. بالظبط. طبعا ده يعني جزء من الشعبيه دي انجازه في الملاعب، يعني ان هو يعني كان لعيب استثنائي بكل المقاييس. في تاريخ الكره المصريه ما فيش لعيب كوره مصري بالموهبه بقدر الموهبه اللي قدمها الخطيب للجمهور. وانا يعني ايه سألت ناس كتير، افتكر منهم كابتن صالح سليم. بس قبل صالح سليم انا كان ليا صديق ساكن في ميدان تريومف جنب الكابتن علي الحسني. علي الحسني ده واحد من ابطال منتخب مصر سنه 28 اللي اشتركوا في اولمبياد امستردام وخدوا المركز الرابع. المركز الرابع ده يعني رابع العالم قبل ما تبدا كاس العالم سنه 1930. كانت الألعاب الأولمبية أو الدورات الأولمبية هي بطولة كأس العالم. مصر اشتركت في أمستردام ووصلت للمركز الرابع. علي الحسني ده كان بطل الدفاع وكان لعيب جامد جدا. علي الحسني عاصر مختار التتش، لعب مع مختار التتش، كان في نفس الفريق اللي هو حاز على المركز الرابع، وعاصر يعني عاصر حسين حجازي، عاصر عبد الكريم صقر، عاصر الضزوي، وانا شفت الضزوي في اخر ايامه. ده اول منتخب راح كاس عالم. اللي هو راح كاس عالم سنه 34. 34 كانت المجموعه. مصر بقى كل الجيل ده، يعني كل العمالقه اللي هم في النص الاولاني من القرن العشرين، فانا عملت معاه حوار كبير جدا. اتكلم كتير جدا وسجلت مذكرات وكتبت مذكرات، لان ده كان نجم فوق العاده كمدافع غير عادي. يعني اتكسر له 3 أضلاع في الماتش بتاع مصر وايطاليا اللي هو بتاع المركز الثالث والرابع، يعني اتضربوا علقه جامده جدا في الماتش ده، بس كان فريق جبار. واختير مختار التتش من احسن مهاجم في العالم في هذه الدوره، او من احسن 11 لاعب، يعني اختاروا 11 لعيب من ضمنهم كان مختار التتش وعلي الحسني في الدفاع. فأنا سألته، الكلام ده كان سنة 73، رحت للبيت وسجلت معاه حوار كبير جدا. فسألته مين أحسن لاعب كرة شفته في حياتك؟ 74 تقريبا الكلام ده. قال لي محمود الخطيب ده اللعيب الجديد ده اللي في النادي. أنا ما شفت زيه. سألت الكابتن صالح سليم في يوم من الأيام برضه، فقلت يا رأيك إيه في محمود الخطيب؟ قال لي لا ده
حاجة تانية خالص، يعني حاجة تانية ما شفناهاش قبل كده، أنا نفسي ما شفتش قبل كده. ده لعيب غير عادي، موهبة غير عادية. فأنا فاكر أيامها قلت له طب كويس، ده تصريح كويس قوي، أكتب. أنا كنت بستأذنه يعني. قال لي لا بلاش. بلاش. آه قال لي ده مش كويس، عشان مش كويس عشان يعني ده ممكن يأثر فيه أو ممكن يتغر أو كده، فبلاش دلوقتي. كان برضو في حدود 74-75. فدول دي شهادة اتنين مهمين جدا. طبعا أنا سألت عبد الكريم صقر في نفس الفترة دي، في شبه إجماع إن ده شيء استثنائي في تاريخ الكرة المصرية. أنا أعتقد إن لو كان الكابتن محمود خطيب يعني كان قدر لي إنه لعب في أوروبا كان هيبقى حاجة كبيرة جدا جدا. ده خامة زي كده بليه قدامنا هي يا استاذ سعيد، حتى اهداف زي مارادونا. زي ده لعيب ممتع يعني. انت في لاعبين لعيبه كتير جدا عملوا انجازات كبيره، لكن متعه الفرجه او متعه كره القدم لا، ده هتلاقي لعيبه نادره جدا في تاريخ الكوره في مصر وفي العالم اللي اتفرج عليهم وتستمتع. كان بليه كده، كان مارادونا كده، ميسي دلوقتي كده. لكن يعني اعتقد يعني غلطه عمر الخطيب او غلطه النادي الاهلي الحقيقه ان هو كان جاله فرص احتراف في 76 تحديدا، اعتقد كان مونشن جلادباخ لما جه لعب هنا مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي وباين ميونخ، والاثنين طلبوا احترافه وكان بمبلغ كبير يعني بمعايير ذلك الزمان. لو كان راح لعب ما كانش فيه لعيب في اوروبا ممكن يبقى في حرفنته أو موهبته، يعني كان مذهل الحقيقة. ويمكن يعني في لعيب ممكن يسجل أهداف كتير جدا ويشترك في دورات كتير جدا وحقق إنجاز، ده بيبقى إنجاز زي ما تقول إيه، إنجاز عضلي بالعضلات يعني، أو عبقرية المثابرة، عبقرية المضحرة. لكن ده موهبة ربانية، بحيث ان ده لو لعب مثلا اتفرجت عليه لمده تلت ساعه ولا حاجه تخرج مستمتع. في لعيب تاني يجيب جوال كتير وكلام من ده ويدحر ويسجل ويشترك في الدورات كتير ويعمل ريكورد وكلام من ده، بس ما طبعش جواك حاجه جميله او ما سابش ذكريات كرويه جميله جدا بحيث ما تفتكرها تحس ان انت يعني تحس بمتعه كره القدم. ده واحد من الذين صنعوا متعة كرة القدم. ده أهم منتج أو منتجات الكرة المصرية في الخمسين سنة اللي فاتت، يعني مفخرة الإنتاج المصري أو الصناعة المصرية الكروية هتقول محمود الخطيب. ده إيمج غير عادي. أنا ما أعتقدش أنه خد إنذار في حياته أولا، ده ربما ساهم. ده هي الفيديو حتى اللي ظهر لما كان خد انذار وهو بياخد الانذار، كان انذار وحيد وهو بياخد الانذار بينحني للحكم حتى احتراما حتى للانذار او لقرار الحكم. بالظبط كده. وهو ده بقى اللي ده دي بقى الحاجات النادره جدا اللي احنا بنشوفها في الملاعب، نموذج للرياضي يعني معايير نجم شباك ونجم حقيقي وبمعايير الروح الرياضيه او القدوه، لا تحطه قدامه وبعدين تعد بعديه. لا حاجه يعني حاجه كان او حاجه وما زال يعني ربنا يديله الصحه. ده ايمج مهم جدا مش لكره القدم المصريه بس ولا النادي الاهلي، لا ايمج للرياضه المصريه. مظبوط. فده حاله استثنائيه ان انت تلاقي يعني الفناجيلي بطل وكان لعيب غير عادي وانا اتفرجت عليه وشفته مهندس يعني حاجه غير عادي، بس بعد ما اعتزل الكوره خلاص اتنسى. كان عندك بدعي عبد الفتاح، كان عندك يعني كان عندنا نجوم كتير جدا بعد ما بيبطلوا مش بنفس الشعبيه والقيمه، ولاعيبه يعني محترفين على مستوى عالي او موهوبين على مستوى عالي. عندك برضه بس الكابتن علي ابو جريش كان لعيب برضه غير عادي من نفس طينة كده أو من نفس قماشة الخطيب اللي هي الموهبة الفذة. لكن برضه بعد ما اعتزل ما بقاش هو كابتن علي أبو جريشة يعني مش نفس الشعبية، لكن ده واحد شعبيته بتزيد كل يوم وساب الملاعب من زمان.
دي ما اتكررتش اعتقد بشكل بارز الا صالح سليم الى ان توفاه الله، نجم بكل المقاييس يعني، ومحمود الخطيب. وانت نازل بقى هتلاقي في حاجات برضو يعني ايه، بس اقل بقى في الشعبيه، في يعني الناس اللي هم استمروا في بؤره الضوء بعد ما اعتزلوا، هتلاقي برضو يعني الكابتن حسن حمدي هيخش في يعني من ضمن ده، هتلاقي في ناس زي في الزمالك زي حماده امام، فاروق جعفر حسن شحاته طبعا، فدول دول رموز استثنائيه شعبيتهم استمرت. حسن شحاته اللي ساهم في ده كمان ان هو عمل انجازات في التدريب مع المنتخب، فدخل التاريخ من المنطلق ده. كابتن محمود الخطيب طبعا يستحق ده قبل المنتخب. انا اسف للمقاطعه استاذ سعيد، قبل المنتخب كمان كان في حاله كده، الكابتن حسن شحاته كان دايما شغال في الممتاز بيه وفي المظالين، اسم كبير ونجم كبير، وكان دايما بيعتمد على الشغل مع المنيا ومع الشرقيه وانا يعني فاكر ان انا كتبت عنه في بداياته التدريبيه، ولما طلع مش عارف بفرقه من درجه ثانيه درجه اولى وبعدين حقق انجاز وكلام، قلت هو ده المدرب. المقاولين العرب قلت المدرب اللي نعترف بيه ان هو عمل انجاز حقيقي، مش اللي مسك الاهلي ودرب الاهلي او الزمالك ودرب الزمالك بالظبط، لانه عنده قاعده وعنده احسن لعيبه وعنده كل فرص النجاح. لا، المدرب اللي حفر في الصخر وطلع من درجه ثانيه للدرجه الاولى وعمل انجاز في الدرجه الاولى، لا ده نقول له شابوه ونرفع له القبعه. ده كان حسن شحاته، يعني حسن شحاته نجوميته من هنا. وبعدين بعد كده طبعا انجازاته مع المنتخب انجازات يعني غير عاديه. فانت في عندك في تاريخ الكره المصريه نماذج قليله جدا استمرت شعبيته ونجوميته بنفس القدر رغم ان هو ترك الملاعب. الخطيب بقى طبعا يعني مش عايز اتكلم عنه كتير، انا اعرفه من يعني انا اول مره كنت اسمع عنه كنت في النادي الاهلي، وخارج من النادي الاهلي كنت بقى يعني اروح النادي الاهلي الصبح اقعد شويه اشوف الاخبار ايه وكده، ارجع الظهريه كده الساعه 1 1:30 اطلع على الجرنان اكتب شغلي اخباري. فانا خارج قابلت الكابتن فتحي نصير على باب النادي عند المعلمين، قال لي راح فين؟ قلت له مروح، راح الجرنان. قال لي لا استنى، ده في ماتش مهم جدا دلوقتي. قلت له خير؟ قال لي في لعيب، ما تقوليش بقى لا عبد الكريم صقر ولا الضزي ولا بتاع، احنا جبنا لعيب من نادي النصر عايزك تتفرج عليه. قلت له ما ينفعش انا عندي شغل. قال لي عشان خاطري لازم تستنى. كانت فتحي نصير كان علاقتي بيه كويسه لانه كان لاعب معايا في نفس الفريق، كنا بنلعب فريق واحد في النادي الاهلي تحت 18، واشتركنا في حاجه بطوله اسمها الدوري الشعبي. الدوري الشعبي. فهو انا كنت بلعب يعني بيلعب في نفس الفريق معايا، هو كان سنتر هاف باك، هو حي يرزق يعني دلوقتي يفتكر يمكن الايام دي. فكان علاقتي بيه من هنا كويسه. هو خلص مع التربيه وبعدين اشتغل في التدريب، ساعد الكابتن مصطفى حسين وبعدين تطور في التدريب. المهم انا عشان هو صديقي فقلت له طب هتفرج على الشوط الاولاني وامشي. اتفرجت شويه على الشوط الاولاني فلقيت يعني لقيت يعني موهبه غير عاديه يعني. فاكر ان انا رحت الجرنان وكتبت خبر وقلت الاهلي عثر على خليفه للضزي. خبر اهو. فالاستاذ ناصف سليم رحمه الله عليه قال لي الضزي مره واحده. قال لي بس انت عشان لعيب كوره بقى فانا مصدقك. ماشي. قلت له معلش بس طب هتفرج عليه هتقول. مرت الايام وطبعا واتفرج عليه قال لي لا ده مش الضزي. عدى. لا ضزي مين؟ لا ده حاجه تانية، ده خامه تانية خالص. هو كابتن محمود الخطيب الحقيقه تاريخ كبير جدا، والتاريخ انا اعتقد يعني ليس بقدر ما سجلت من اهداف او بقدر ما سجل لاعب من اهداف مواقفك كمان، ولا ما لعب من مباريات. يعني ما تجيش تقول لي لعب اللي لعب مثلا 250 مباراه و 300 مباراه او شارك في 30 بطوله، لا مش هو ده اللي بيستقر في وعيك انت وفي ذهنيتك انت او في عقلك الباطن او الصور الذهنيه المنطبعه عنه، هو ده قيمته الحقيقيه. صورته خارج الملعب كمان، صورته سيبك من الايمج بتاعه خارج الملعب، لكن داخل الملعب هو عمل اجوان عايشه في الذاكره الكرويه، مش الاهلاويه بس، المصريه. بحيث ان انت ممكن يعني تبقى كده يعني تسرح كده شويه قبل ما تنام او بتاع تفتكر له جون. ده مش انا بس، مش انا، لا الجمهور كله كده.
فده زي يعني ايه الفاكهه كده لما تفتكرها تفتكر حاجه جميله، فعمل متعه وعمل بهجه في كره القدم المصريه وامتع الجمهور. في على الجانب الاخر بقول لك في لعيبه يعني عاملين انجازات كبيره جدا بس ما تفتكرلهمش ان هو عمل حاجه خارقه. لا، ده المخ والعضلات، الفرق بين المخ والعضلات، او يعني واحد بعضلاته عمل انجازات جامده جدا، لان دي اسمها اللي عمل بعضلاته ده او عمل ريكوردز في الحاجات دي، ده عبقريه المثابره، الاجتهاد الشديد، المجهود الجامد جدا. لكن في عبقريه الموهبه بقى، الموهبه الالهيه دي اللي هو باقل قدر من المجهود تنجز اللي يعمله 20 واحد بمجهود كبير جدا. ده هتلاقيه مش في الكوره بس، هتلاقي عبد الحليم حافظ ما تكررش، هتلاقي ام كلثوم ما تتكررش، اساطير لن تتكرر. هتلاقي في تاريخ مصر العباقره في تاريخ الدول يعني ما بتتكررش، هي بتبقى موهبه ربانيه الهيه خلاص. وبعدين القبول بقى، القبول ده دي حاجه برضه ربانيه يعني، صح. الكاريزما دي مش انت بتصنعها، ما بتاخدش درس عشان ما بتتعلمهاش في المدرسه ازاي تبقى عندك كاريزما، لا دي حاجه برضه ربانيه والهيه، صح. ان الناس يعني ايه يبقى في قبول عند الناس، هو توفر فيه الحكايه دي، من حب ربه زيه زي عبد الحليم حافظ، زي صالح سليم، زي يعني زي النماذج دي. فهو الحقيقه لا يستحق ده، ويستحق يعني يستحق يكون في مقدمه القائمه دي، لان من ضمن القائمه دي اللي انا قريتها دي، لا هو كموهبه لا تخطى اسامي تانية، تخطى اسامي كتير جدا. ليه؟ هو يعني مثلا في الوقت بتاعنا ده كرة القدم اختلفت عن زمان. زمان كان في فرصة ان المواهب بتظهر، فاستعراض الموهبة يبان، فالمهارات الفنية كانت بتبان كويس قوي، لان طرق اللعب كانت هجومية. مظبوط. فطرق اللعب الهجومية دي كانت بتدي فرصة لإظهار المواهب، فكانت اللعبة ممتعة، فيها متعة أكتر. دلوقتي بقت منظمة قوي، بقت هندسية قوي، بقت يعني ايه براجماتية قوي، صح، يعني تقدر تقول كرة براجماتية. لكن زمان ما كانش كده، لذلك ما ظهر ادت فرصة ظهور بيليه، دي ستيفانو، مارادونا، يوهان كرويف برضو في الاواخر، قبل بقى ما تخش الكرة البراجماتية دي على التسعينات بقى وبعد كده، على التسعينات وبعد كده. لكن في زمن الخطيب كان اواخر يعني، كان يعني الكره البراجماتيه جت في اواخره او جت بعديه بشويه، لذلك كان في فرصه ان هو يبان. النهارده يعني انا شايف ان هو كان بيعمل حاجات في الكوره ما بيعملهاش، انا ما بشوفهاش دلوقتي، لا ما يعرفش يعملها نجوم كبار جدا دلوقتي، من اللي هم واحد واثنين وثلاثة على العالم يعني. طب انا ما بشوفهاش دلوقتي خالص. بالظبط، ده في كوره من الاهداف اللي كانت بتعرض من شويه يا استاذ سعيد، كابتن خطيب خد الكوره بظهره بكعب رجليه، اللي هو في ماتش كوتوكو اعتقد، بكعب رجليه، الكره اكتر من مره في كان مصطفى عبده اعتقد لعبها له عرضيه كده بكعب رجله وحطها في البعيده. لا، وغير كده الجون اللي سجله في عتوقه في تصفيات كاس العالم في تونس سنه 77، يعني ازاي ضحك على اتنين باكات بلمسه سحريه كده بكعبه فطلعهم براءه، وبقى هو وحط جول. دي جوان ما شفناهاش، اللي كان ممكن يعمل حاجه زي كده ممكن بيليه مثلا، لكن مثلا كريستيانو رونالدو لا، ما شفناش منه الحاجات الغريبه دي. رونالدو يعني يعمل ضربات الحره كويس، هيدر زي كويس، شويت كويس، يراوغ يعني دريبلينج مره واثنين ويشوت، لكن ما يتزنقش وسط ثلاثه واربعه ويتصرف ويجيب جوان، وتتصرف بشكل غير تقليدي، يعني بياخد قرارات غير عاديه، غير متوقعه خالص. تحس ان هو ذكي جدا في الملعب. اللي بيعمل ده دلوقتي لحد كبير مارادونا، اسمه ميسي. يعني ميسي بيعمل حاجات زي كده. بس الخطيب لمساته على الكوره جميله، يعني تحس ان انت تتفرج على فنان. طب هل اعلان النهارده مجله الفرنسي فوتبول من خلال خبراء الكره في القاره الافريقيه، هؤلاء الشخصيات وهؤلاء الاسماء، مش هقول تاكيدا لما سبق، لكن بيفكروا الناس بان النجوم دي كان لهم تاريخ كبير جدا في الكره الافريقيه، لان بين كل فتره والاخرى مثلا لو طلع تصريح او لو طلع بيان او لو طلع تصنيف
بنعيش في وقته وفي لحظته، لكن بعد كده ممكن بيطلع لك مثلا الناس تقول لك ما هو برضو كان في لعيبه ثانيه في انديه ثانيه مش واخده حظها، لكن برضو بنرجع تاني بنسمع الفرنسي فوتبول قالت كذا، الاتحاد الافريقي بيصنف كذا، الاتحاد الدولي بيقول كذا. ده بيفكرنا بيأكد على المعاني بتاعت النجوم الكبيره دي زي الكابتن خطيب وحتى محمد صلاح، ابو تريكه، دروجبا، اللعيبه الافريقيه. هو كويس طبعا، هو بيفكرنا. انا بس حظ الجيل ده او حظ الاجيال القديمه دي شويه، ان ما كانش فيه التقنيه التلفزيونيه زي دلوقتي. لو كان في تلفزيون او التقنيات زي دلوقتي والتسجيل زي دلوقتي ومتعه المشاهده زي دلوقتي، لا كنت هتفرج. كان الوضع اختلف جدا. احنا الناس كانت تتفرج على الخطيب تلفزيون ابيض واسود، وبعدين مؤخرا فين لما جه التلفزيون ملون، وبعدين النقل التلفزيوني كان بدائي جدا ورديء جدا. يعني فمتعه المشاهده نفسها مش موجوده. لا يعني لو كانت التقنيه دي موجوده في الثمانينات والسبعينات، لا كان حتى الايمج بتاع الخطيب ده كان فوق، كان عدى كتير جدا، لان في ناس كتير جدا ما شافتوش في الملعب، شافوه من خلال التلفزيون. والتلفزيونات عندنا كانت صغيره كده شويه، والنقل التلفزيوني بدائي. وفي افريقيا ما كانش فيه كاميرا واحده وكاميرتين، وفي افريقيا ما كانش فيه، يعني كان بدائي جدا. نعرف النتيجه بعدها بيومين ولما البعثه ترجع. فللاسف هم ظلموا. اللي استمتع بيه اللي اتفرج عليهم في الملعب. في الملعب. عشان كده كنا بنشوف في الملعب الاستاد ممتلئ عن اخره. ممتلئ على اخره. لو تعرف ان الخطيب هيلعب الاستاد ممكن يتملي، يعني ده قيمه لعيب زي الخطيب. كان صالح سليم كده نفس الشيء. بس طبعا الخطيب حاجه تانية غير صالح سليم خالص. يعني الخطيب موهبته لا بلسان كابتن صالح نفسه. كابتن صالح نفسه كان ستايليست، يعني ليه ستايل معين كده في الكوره جميل برضه اتفرج عليه. جريته بالكوره جميلة ممتع، يعني بيجري بالكورة ودماغه فوق دايما، وتحس ان هو مايسترو. يبص كده وبعدين يلعب الكورة، يعمل باسنج الناحية التانية لطه اسماعيل يجيب جون غير متوقع. كان نجم بكل مقاييس. وقفته في الملعب لقب المايسترو اطلق عليه ازاي يا استاذ سعيد؟ المايسترو هو اللي هو اللي اجبر الناس على هذا اللقب. انا اعتقد ان ده اطلقه عليه نجيب المسكاوي، كابتن نجيب المسكاوي اعتقد، يعني لان هو وجود دوره في الملعب او شخصيته في الملعب اي حد اتفرج عليه يقول لك ده مايسترو. ليه؟ بيشاور بايديه زي المايسترو، وبعدين بيحرك الفرقه كلها وانت شايف ده، يعني مش بيتكلم وهو ماشي كده فما تشوفه. لا، هو وجوده في الملعب مؤكد وحضوره قوي جدا، فتشوفه من خلال البادي لانجوج بتاعته، يعني ايديه وحركاته وكلام من ده. تمام. وبمناسبه البادي لانجوج دي، ودي مساله مهمه جدا للحكام برضه. الحكم القوي الشخصيه بيبقى عنده قدر عالي جدا من لغه الجسد، يعني فبيقدم فيها نفسه بشكل كويس، فبيبقى حضوره قوي. صالح سليم الله يرحمه حكى لي مره موقف ليه مع حكم اسمه حسين امام. حسين امام ده كانوا بيسموه الامبراطور، ده كان عم حماده امام. في ماتش من ماتشات الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه، وماتش جامد ونار وكده، فحد من لعيبه الاسماعيلي كان بيضرب في صالح، يعني يزقه يخبطه شنكله كلام، فصالح شاط فيه، فالجمهور كله هاج، فجري عليه حسين امام. هو حكى لي الموقف ده، كان بيقارن لي بين حكام يعني الجيل بتاعه والحكام الجيل اللي بتاع السبعينات مستواهم اضعف. فقال لي بصيت لقيته بيجري عليا تي تي تي، وقف اللعب وجري عليا. الجمهور بره شايف حسين امام بيعمل بايده كده، بيكلمه وبيعمل بايده كده. انت تفهمها ايه؟ اطلع بره هطردك، او اطلع بره او هطردك، ويعمل له كده ويعمل له كده، وبعدين تي 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 راح جاري. قال لي بعد الماتش كل الناس يقول له يا حسين امام حذرك كان هيطردك وبتاع. قال لك لكن حسين امام ما عملش كده. قال لي يا كابتن صالح كل الجمهور ده جاي عشان بيحبك وعشان بيسقف لك وعشان كذا كذا كذا. فصدر رساله الجمهور، بس صدر رساله صدر رساله للجمهور ان هو بيحذر صالح، فامتص غضب الجمهور، وفي نفس الوقت ما قالش لصالح الا كل خير. يعني انت الناس كلها بتحبك، انت لعيب كبير يا كابتن والناس كلها بتحبك وبتاع، الجمهور ده كل ده بيحبك، فانت ليه تكرمه فيك وبتاع. تي 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 راح قال لي سابني وجاري.
فقال لي زي ما يكون يعني واحد يعني عامل فيها مقلب وجاي وهدى الجمهور وهداه في نفس الوقت وبيسهل الماتش على نفسه قال لي بس ما حسيتش بالكارثه اللي عملها او المصيبه اللي عملها بعد ما خرجت الا بعد ما مشيت زي ما يكون واحد عمل فيك مقلب بس ما قدرتش ترد عليه. فكان كنا وقتها يعني كان بيكلمني عن ذكاء الحكم والبادي لانجوج ازاي ممكن تعمل دور او ممكن تصنع او تكون صوره ذهنيه او صوره شخصيه او تبين يعني تأكد حضورك في الملعب كحكم. هل بمناسبة حضرتك ذكرت الحكم حسين إمام وهو كان والد كابتن حمادة إمام؟ حسين إمام كان عم كابتن حمادة إمام، والده كان اسمه محمد يحيى إمام. يحيى إمام كابتن يحيى حرية إمام. حرية إمام تمام. هل سبق ليه أدار مباراة الأهلي والزمالك؟ طبعا. وابن شقيقه بيلعب في الزمالك كابتن حمادة إمام. حصل أدار مباريات، وكان يعني كان من الحكام كان بيسموه الإمبراطور لأنه كان شخصيته قوية جدا. هو طبعا كان ميوله شوية الزمالك يعني، بس ده ما كانش بيبان. ما ده الغريب اللي أنا بسأل حضرتك عليه عشان الأجيال الجديدة تسمع ده. لا حتى الإعلاميين. لا 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 لا، وكان فير جدا، كان يعني كان حكم فير وكوريكت جدا هو ده. وكان علي أنديل، وكان مصطفى كامل محمود، وكان احمد الخولي، وكان الديبه، وكانوا عمالقه وما يتهزوش. وانا الديبه حسب ضرب جزاء على الاهلي في ضربه الجزاء بتاعت مروان الشهيره اللي وقفت الدوري سنه كامله على مروان. مروان طالع بيمسك كوره فرفص ابراهيم الدسوقي مهاجم الاهلي وهو في الهواء بيلقط الكوره كده خبطه في بطنه فعتيت فالدنيا اتقلبت طبعا، وحصل مجزره يعني، حصل كارثه وقفت الكوره. هي ده حكم جريء يعني، حكم شجاع. وفي الموقف ده وانا حكيته قبل كده الدنيا اتقلبت الكوره وقفت وحصل شغب ونيابه وكلام من ده وبتاع، ومجلس اداره النادي الاهلي اجتمع عشان ياخد موقف بقى ضد التحكيم يعني كان اول مره تحس بضربه جزاء على حارس مرمى وفي ماتش اهلي وزمالك، وجابها فاروق جعفر جون يعني. المهم كابتن صالح سليم مجلس اداره الاهلي مجتمع عشان يصدر بيان بقى ناري وكلام من، فدخل كان مدير كوره فقال لهم يا جماعه قبل بس ما يعني اسمحوا لي ان انا احضر. قال طبعا اتفضل يا كابتن. قال لهم بس قبل ما تاخدوا اي تصرف اي موقف انا ببلغكم انا كمدير كوره قررت ايقاف مروان وحرمانه من كافة مستحقاته وعقوبات على أعتقد أيامها كان كابتن أنور سلامة، لأنه هو شاور للجمهور عشان ينزل الملعب هو فؤاد أبو غيد، لكن العقوبة القاسية كانت على مروان جون، لأنه مروان خد الكورة بعد ما فاروق جعفر سجل الجون خد الكورة ما رضيش يكمل بقى الماتش وحطها ورا ظهره وما رضيش يديها للديبة وراح للجمهور. فقال لهم قبل كده إحنا اللي غلطانين. هما كان طبعا كان هيبقى بيان ضرب في التحكيم وفي اتحاد الكوره وكلام من ده وحملوا المسؤوليه. الامانه تقتضي ان يوصل الرساله صح؟ فهو هنا شجاعه يعني القائد او شجاعه صالح سليم. ان هو ضد يعني وقف ضد موقف ضد جمهور، الجمهور كله ساير، وطبعا ومجلس اداره يعني بيعبر راعي الجمهور. قال لهم لا احنا اللي غلطانين. وجهه الحقيقه. انا بقى استخدمت صلاحياتي عملت كيت 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 كيت، شوفوا انتوا هتعملوا ايه. بس انا بقول لكم ما ليه عليه ضرب، انا كنت في الملعب وموجود ومروان غلط لان ضربه جزاء حكم حسبها وسليمه وكونه ما يرضيش يكمل ويروح يسير الجمهور فده خطا بشع جدا هو اللي تسبب في الكارثه دي كلها. وصالح قال الكلام ده في تحقيقات النيابه. طبعا يعني حط مجلس وقتها كان الموضوع كبير طبعا قوي. نيابه لان في تكسير وفي اصابات وفي الملعب اتكسر يعني كراسي وكلام من، فدي من الوقائع دي من الحاجات اللي صنعت تاريخ صنعت يعني نجوميه صالح سليم او تاريخ صالح سليم كشخصيه قياديه استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ الرياضه المصريه. ان انت يعني الجمهور لما يغلط انا ضد يعني واقف ضد الجمهور وده جمهور الاهلي، انما قال ما يمليه عليه ضميره وقال الحق وقال لا في وقت كل الناس
ماشي في اتجاهه وقال لك انا يعني بقول الحق بقول الصدق وما يجب ان يكون واللي يحصل يحصل. وطبعا يعني معاها في ذهنه بقى ان هو استقالته سهله جدا يسيب ويمشي ما عندوش اي مشكله، لكن كان شخص مبدئي. يعني ده طبعا يعني ده جزء او ده حدث او دي حاجه انا حاصرتها وحضرتها يعني من اللي عملت مش نجوميه صالح سليم، لا من اللي قدمته كقائد رياضي غير عادي او شخصيه استثنائيه في تاريخ برضو الاداره الكرويه في النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه قدم عناصر او قدم رموز كثيره جدا على مر تاريخه بهذا المستوى. يعني اخرهم كابتن محمود الخطيب. يعني ده غير سيبك من الشعبيه الجريفه، لا هو يعني انسان على خلق جدا جدا، وما حصلش مره في الملعب ان هو عمل مشكله. ما حصلش ان هو خد مره انذار. انا يعني ما افتكرش ان هو خد انذار، ودي مساله نادره جدا. بيليه خد انذارات، ومارادونا ياما اطرد وخد انذارات وكلام من ده. مارادونا كان قصه. فانت قدام نموذج حقيقي. ده مارادونا حسن كاس عالم بلمسه يد. مثلا. لا فانت وبعدين شفت بعد كده بقى لعيبه تتخانق عشان يعني جاب جون غلط وعايز يضرب الحكم عشان يعني شفت لعيبه ضد الروح الرياضيه او عكس الروح الرياضيه. لكن الخطيب ده او النماذج دي حماده امام، بدأوا عبد الفتاح، علي خليل وبدأوا فتاح. بدأوا فتاح جاب جون مره في المحله، في اعتقد في كاس مصر كانت ترسانه والمحله، الحكم كان صبح نصير تيت جون وراح على السنتر، هو جري قال له لا كابتن الكوره على دخلت من الشبكه من بره. زي يكون علي خليل بالظبط. لو حد عملها النهارده يقول لك ده مجنون. انما اللي بيحصل النهارده العكس، ان هو الجون يبقى من بره يجري يقول له من جوه. ودي ما بقتش رياضه الحقيقه يعني. بس انا عايز اسمن حاجه مهمه يا استاذ سعيد وتتكلم فيها. لولا الدور الاعلامي اللي حضراتكم كنتوا في وقتها منوطين بيه ما كانش حد يعرف كل ده. يعني الفكره في ايه؟ ان وده الغايب دلوقتي عن الدور الاعلامي دلوقتي، ان الاعلام دلوقتي بيهتم بجزئيات تانية خالص، ما بيهتمش بالجزء الانساني او الجزء الشخصي للنجم او المعاني اللي انت بتشوفها جوه الملعب مع اللعيبه وبتنقلها للجمهور بكتاباتك بقى في الجورنان. فاكر وقتها لولا كتاباتكم والاعلام او الجمهور عرف ده، يعني ايه عايز اقول، وثقته ده او ارخته ده للجمهور. طبعا في بيبقى في سبوت. ما انت ده اللي انا اقصده، ان الاعلام كان ليه دور ايجابي في المرحله دي. انت محمد عندك يعني عندك البيزكس او عندك القاعده او عندك في ذهنك القواعد او مبادئ الرياضه او كلام من اللي انت شغال عليها، لان انت دورك كاعلامي انت ليك رساله. يعني انت مش مجرد بغبغان اللي يقول حاجه فانقلها فاكتبها، لا في حاجات ما ينفعش تتكتب. يعني في حاجات اثرها الاجتماعي سيء جدا، واثرها النفسي سيء جدا، واثرها الاخلاقي سيء جدا. مش شطاره ان انا اعمل سبق يعني اجري ورا السبق وارمي قنبله واثرها مدمر جدا. هنا المسؤوليه الاجتماعيه للاعلام، المسؤوليه الادبيه، في مسؤوليه ادبيه. ياما الواحد سمع اخبار كتير وكلام من ده بس ما ينفعش تتكتب. انا ياما سمعت، كنت بقعد مع يعني بقعد مع كابتن صالح كتير جدا في النادي الاهلي، يعني بعض فتره بعض الظهر دي مع مجموعه من الاصدقاء، وياما اسمع كلام كتير. بس احترامي للمجلس ده ما ينفعش تتكتب. وكان زمايلي يتحايلوا عليا، ده عندك اكيد. عندي اكيد طبعا. عندي بس في حاجات تفاصيل. بس ما ينفعش احتراما للمصدر. وبعدين ما استاذنتش المصدر، لان في علاقه بينه وبينه مش هيحترمني بعد كده. فطبعا الممنوعات دي انت اللي بتحطها. يعني انت المفروض عندك معايير، فاهم ايه اللي تكتب وفاهم ايه اللي مش ما تكتبش. الموضوع بتاع بدأ وفتاح وبتاع الكابتن علي خليل وبتاع اتعمل عليه سبوت، لان الناس اللي كانت شغاله فاهمه ان ده موقف لابد من تسجيله، لازم يتمسمر كده ويتعلق. بالزبط. وكلام من ده، وهو ياخد وضعه، لان ده بيدي قدوه لجيل الشباب. مش عشان يسجل جول او ما يسجلش جول، لا عشان مصداقيه، يطلع عنده شرف وعنده مصداقيه وعنده امانه
وما يكذبش، يعني ما ياخدش مكسب مش بتاعه، وهي قاعده حتى ما ياخدش حق مش غيره، قاعده الفير بلاي. الفير بلاي لكن اخلاقيا ما هو ده ميزة الرياضه، انها بقى ايه زي القنبله الانشطاريه كده، اثرها في المجتمع بقى بيبقى كبير جدا. فتعلمه تعلم ان هو يبقى عنده اخلاق وعنده شجاعه ان هو يعترف بخطا وعنده مصداقيه وما يقبلش على نفسه، عنده شرف ما يقبلش على نفسه ان هو ياخد جون مش بتاعه، فلما يشتغل في وظيفه ما ياخدش حق زميله، اما يشتغل قائد ما يعني ما يجورش على حق حد تاني في الجنب في المنصب ده، يعني يبقى عادل ويبقى فير ويبقى كل حاجه. هو تصرف بسيط جدا لكن اثره الاجتماعي هائل، ودي ميزة الرياضه. حضرتك بتغطي النادي الاهلي من سنين طويله جدا. في مره انفردت بخبر والخبر كان متعلق بمباراه عالميه الاهلي كان هيلعبها. يعني مش عايز احكيها تاني، حكيتها كتير. انا الخبر اثار ضجه بس كتبتها. هو كان ماتش كان الاهلي وسانتوس، سانتوس البرازيل كان سنه 73. انا كنت موجود في النادي الاهلي ومروح الظهريه برضو، فعرفت ان الفريق مرتجي رحمه الله عليه، يعني قاعد في مجلس اداره في الغرفه ومعاه 2 3، فقلت يبقى في حاجه، ففضلت مستني في اللوبي اللي قدام المجلس لغايه فين وفين الاجتماع خلص متاخر قوي، الساعه 3 تقريبا. المفروض انا في الجرنان الساعه 12 ونص واحده، كلمتهم في الجرنان قلت لهم انا هتاخر شويه. فالمهم خرجوا، فسالت الفريق مرتجي، سالت الفريق اكيد في حاجه انتوا قاعدين؟ قال لا انا احنا قاعدين بندردش يعني بندردش كده مسائل عامه سعيد وبتاع، لو في حاجه هنقول لك وبتاع وكلام. طب ماشي يا فندم. مدرسه النادي الاهلي. فضلت قاعد طبعا يمكن يطلع خبر. المهم بطريقه ما عرفت ان هو بشان ماتش الاهلي اتفق مع سانتوس هيلعب يوم 18 فبراير في القاهره بقياده بيلي. بس المهم خدت الخبر وجريت على الجرنان وعملت يعني كانت الصفحه مشيت، بس عملت دخلت رئيس التحرير فعملت غيار. خدنا الخبر في الصفحه الاولى، بليه يقود سانتوس امام النادي الاهلي يوم 18 فبراير في استاد القاهره، وبالتفاصيل في صفحه الرياضه. فهم يعني في نفس اليوم اتصل النادي الاهلي بالاستاذ ناصر سليم كان رئيس القسم بالليل، اعتقد كان الاستاذ كمال حافظ يمكن كان كلمه قال له في مؤتمر بكره الصبح الساعه 5 مهم، الساعه بعد الظهر الساعه 5 مهم جدا جدا، فقال له خلاص هيحضره فلان الفلاني عليا يعني. المهم تاني يوم الخبر نزل في الجمهوريه، فانا رايح الجرنان على غير العاده ما رحتش النادي يعني. رحت الجرنان على الساعه 12 ونص واحده لقيت الاستاذ ناصر سليم، انت فين؟ الناس بتتصل بيك، الفريق المرتجي عايزك وكمال حافظ عايزك وبيسالوا خبر جبته منين؟ اوعى ما يكونش الخبر سليم، اوعى ما يكونش سليم اللي يكون ده ممكن يدمر الجرنان. قلت له لا سليم 100%. قال لي انا عاملين مؤتمر الساعه 5، فقلت له اكيد عشان يعني تفاصيل المباراه عشان الماتش. قال لي طب هتروح؟ قلت له هروح. قال لي طب الماتش هتروح تعمل ايه؟ ما انت حرقته عليهم. قلت له لا هروح اشوف ايه الدنيا. المهم انا داخل النادي ومعدي من قدام من ورا المدرج جهاز الكوره، قدام جهاز الكوره، فكان واقف الكابتن صالح مع الكابتن عزت أبروس كان مدير كوره ايامها، والكابتن صالح كان عضو مجلس اداره ايامها، عضو مجلس اداره اعتقد، وكان مشرف على الكوره. فواقف انا بسلم بعيد كده يعني السلام عليكم، فالكابتن صالح شاور لي عمل لي كده استنى دقيقه واحده، فوقفت خلص مع الكابتن عزت يعني نص دقيقه كده ولا حاجه، وجالي قال لي مين اللي اداك الخبر ده اول حاجه. فانا فوجئت الحقيقه يعني فوجئت بالسؤال، ما كانش في ذهني خالص ان هو هيسالني السؤال ده. لا بيقول لك على مصدرك. بيقول لي مين اللي اداك الخبر بتاع كذا كذا. فسكت كده شويه، فقلت له ما ينفعش يا كابتن اقول لك. قال لي ما ينفعش ليه؟ فالمهم قلت له يعني مساله مبدا يعني قلت له يعني مساله مبدا يعني، قلت له كده قلت له يعني مساله ايثكس حاجه زي كده.
قال لي بس انت ما تعرفش الخبر ده هذا النادي الاهلي قد ايه، انا عشان كده بسالك يعني عايزك تقول لي. قلت له اذى في ايه؟ قال لي يعني اذى النادي الاهلي لان زعل مننا الاخبار والاهرام ممكن ياخدوا موقف. المهم قلت له ما ينفعش، يعني ينفع حضرتك تبقى حد ياتمنك على على سر فتذيعه او تبيعه يعني او تخزله؟ فسكت كده وبص لي ولمده ثواني كده باصص لي كده، وبعدين ما عرفش يرد يعني او اقتنع بالرد يعني مش ما عرفش يعني. هو كان فير قوي وعادل قوي اقتنع بوجهه نظرك. فالمهم زغدني كده في بلطف كده في كتفي كده، قال لي طب تعالى بقى معايا بقى ايه السلقه وعدك أو يا فالح او تعالى معايا ايه يعني، قال حاجه كده يعني غلباوي. قال لي طب تعالى بقى معايا غلباوي السلقه وعدك. المهم مشينا مع بعض. قلت له ايه اللي زعل، ايه اللي زعل الاخبار والاهرام الخبر زاد ده سرق صحفي؟ قال لا اصل ده المفروض يتوزع على الجرايد كلها في مؤتمر فكنا يطلع، فاللي طلعه ده واتقال في مجلس اداره الخبر ده ما يطلعش فده اذى النادي الاهلي. طبعا هو ممكن يقطعوا الماتش. قلت له هم اللي خسرانين، ينفع يتقطع ماتش زي ده؟ اللي قطعه كانه بيعاقب نفسه او بيأذي نفسه. قال لي بس هم ده اللي بيحصل بقى، انت عارف اللي بيحصل ايه؟ ان هو ممكن يعني ياثر على الجمهور. في منافسه بتبقى في منافسه بين الصحف. قال ممكن ياثر على الجمهور وما يتنشرش يعني ينشروا حاجات صغيره فالجمهور ما يحضرش. ده النادي الاهلي ده بليل اللي جاي يا كابتن. لا ده لو ما شاء الله يبقوا بيعاقبوا نفسهم. فيبدو ان هو اقتنع بك. المهم وصلنا للمؤتمر فكان ترابيزه زي دي كده بالظبط قد دي كده في التراس المبنى الاجتماعي اللي فوق. وفي الصداره الفريق مرتجي رحمه الله عليه، جنبيه كمال بيه حافظ، وبعدين جنبيه كابتن نعمان، كابتن نجيب السكاوي، كابتن حمدي النحاس رحمه الله عليهم يعني جميعا، ومحي الدين فكري، و يعني اسماء كتير، اسماعيل بقري يا رموز الصحافه والاعلام، واحمد علام ابن جهينه والمنشليني، و يعني في ناس كتير جدا قاعده. انا اصغر واحد سنا يعني اعتقد ايامها كان عندي 26 سنه او حاجه زي كده. فالمهم انا داخل لقيت كله باصص لي، والفريق مرتجي رحمه الله عليه قبل ما اقعد مين يا سعيد يا وهبي اداك الخبر ده؟ فلما كنت لسه قعدت فحد محي فكري رحمه الله عليه غمز لي كده تعالى اقعد هنا، يعني كان في جنب كرسي فاضي. فانا قبل ما اقعد قلت له ما ينفعش يا ست الفريق اقول لحضرتك. قال لي ليه؟ قلت له لا. قال لي لا هتقول. قلت له ما ينفعش ست الفريق، ده مصدري ومن واجبي ان انا احميه، وما ينفعش ان انا حتى لو مش مصدري حتى لو المساله يعني ما لهاش علاقه بالصحافه، حد بلغني حد اداني سر ما ينفعش ان انا ابيعه يعني اخلاقيا ما ينفعش. هو ده اللي قلته صالح. قلت له مورالي ما ينفعش. فلما قلت له مورالي ما ينفعش فاقتنع. فقلت له ما ينفعش. كمال بيه حافظ رد كان بقى سخن. كمال بيه قال لي لا هتقول. قلت له يا فندم مش هقول. انا يعني شاب بقى كلام من ده اشتد. قلت له يا فندم مش هقول. فقال لي لا هتقول. قلت له لا مش هقول. يعني ايه بدات شويه اتنشن. فانا شدني محي فكري عشان اقعد. المهم راح اتكلم الكابتن صالح كان قاعد كده، انا قاعد كده، هو قاعد بقى كده كان قريب من كمال بيه حافظ. قال انتوا بتحاسبوا الراجل ده على انه بيأدي شغله صح وانه مش عايز يطلع نادل ويبيع حد اداله سر؟ انتوا عايزين يطلع نادل يبقى نادل يعني يبقى شخص نادل واي حد يقول له اي حاجه فيقولها فيبيعه انتوا عايزين تعملوا ناس ولا تعملوا مبادئ ولا نعمل مبادئ ولا نعمل ايه بالظبط؟ ما تحاسبوا العيل اللي في مجلس الاداره اللي طلع الخبر كتب بالنص. فالفريق مرتجي قال له لا يا صالح احنا ما عندناش عيال في مجلس الاداره. قال له لا يا فندم في عيال في مجلس الاداره. كل الخبر طلع يبقى في عيل في مجلس الاداره. ده اللي مش تحاسبه الراجل ده. انا حسيت ان حد كنت يعني غريق واترمى لي الطوق نجاه. بس اتقالت معاني حلوه. وحسيت ان هو ان يعني بعديها الحقيقه يعني مش احترمته جدا يعني بقى حاجه كبيره جدا عندي يعني كان شجاع جدا وقلب الكلمتين مهمين جدا وغيرته عن النادي الاهلي. وبعدين انا فاكر كابتن نعمان بقى قال له لا في
قال للفريق المرتجي، قال له لا في اكيد في عيل في مجلس الاداره طلع الخبر. والاستاذ نعمان صاحب كبير وفي الاخبار. صاحب كبير طبعا يعني منافس للجمهوريه ومكانته كبيره جدا برضه في النادي الاهلي وليه عضو يعني. اكيد. فقال له يا نعمان انا بشوف فلان الفلاني عني يعني، قال له انا بشوفه كل يوم في النادي الاهلي، اشوفه الصبح واشوفه بالليل، انا ما بشوفش مندوب الاخبار في والمثل بيقول الرزق يحب الخفيه. بالظبط. انا اول مره اسمع المثل ده. فالمهم ايه؟ يعني دخلوا مع بعض كده شويه وبعدين ما اعرفش مين اتكلم، المهم الموضوع انتهى. بس بالنسبه لي ما انتهاش، بالنسبه لي كان بدايه لان شفت يعني شخص كوركت جدا، فير جدا، اونست جدا وقوي جدا وشجاع جدا. هي دي الفكره اللي عايز اوصلها للجمهور، المواقف اللي زي دي الناس تعرفها. شجاع جدا، وبعدين يعني وده صالح سليم انا بالنسبه له مايستر. يعني بالنسبه له ولا حاجه يعني، ايامها وكنت لسه شاب صغير وكده، لكن كونه يقف في الموقف ده لمجرد موقف مبدئي، لان قلت له ما يصحش لو انت في مكان يا كابتن يعني حد ائتمنك على سر او على حاجه ممكن تقوله. بعديها علاقتي بيه بقت قويه جدا يعني، بعديها كنت بقعد معاه بقى كتير فوق، حسيت ان هو يعني ايه قربني ليه، وكانت علاقتنا يعني كويسه، وكنت اقعد اسمع اخبار كتير جدا لكن ما اكتبهاش. ده الجميل يا استاذ سعيد، ووجودك معايا النهارده فرصه للاجيال وللناس تشوف ما بين ان هي بتسمع التاريخ، تاريخ النادي والمواقف والمبادئ اللي حصلت، وفي نفس الوقت تشوف الاعلام وقتها كان بيتعامل ازاي. بس هي الفكره قبل ما اطلع فاصل، خبر قنبله زي ده معاك من الساعه 4 العصر لغايه لما ينزل تاني يوم الصبح محدش يعرفه، ده احنا في عصر دلوقتي مفيش انفراد حتى في ثانيه يعني. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الى هذه اللحظه محدش عارف، ولا الكابتن صالح سالني بعديها، ولا حد من اصدقائي المقربين في النادي الاهلي اللي كانوا بيقعدوا معانا كتير يعني واسماء كبيره وكلام من ده، مين اللي طلع عارف مين اللي اداني الخبر. طيب نطلع فاصل ونواصل حديث مع الأستاذ سعيد وهبة بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل، والحديث متواصل مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبه. لكن في الجزء المتبقي من الفقره الحواريه مع الاستاذ سعيد هنتكلم على كاس الامم الافريقيه ودور مصر الريادي مع الاتحاد الافريقي لكره القدم في تنظيم هذه المسابقه على مدار التاريخ، ومن خلال بطولات قد مصر لها دور كبير جدا في تطوير حتى الكره الافريقيه، مش على المستوى الرياضي فقط لا كمان على المستوى السياسي. استاذ سعيد، يعني تاريخ كبير جدا ما بين مصر والاتحاد الافريقي والكره الافريقيه والبطولات الامم اللي اقيمت عبر التاريخ. طبعا هو ده كان جزء من دور مصر. مصر ليها دور، او مصر دور في الخمسينات والستينات في افريقيا دور مهم جدا. يعني عشان اقرب لك بس الحكايه شويه، مصر كانت بتقود حركات التحرر من الاستعمار في افريقيا وفي العالم كله، بس كانت مركزه على افريقيا. فكانت بتساعد حركات التحرر بالسلاح وبالمال وبالخبره وكده. لما قامت ثوره 52 23 يوليو 52 ما كانش في دول افريقيه مستقله الا اربعه بس. بعديها ب 10 سنين 62 سنه 62 اتحررت 30، كان عدد الدول اللي اتحررت 30 دوله بفضل دور مصر. مصر كان ليها دور كبير جدا من خلال شركات ومكاتب اتعملت في افريقيا، وخلال مساعدات فنيه، اطباء بعثات طبيه، بعثات تعليميه، بعثات من الازهر، عملت دور كبير جدا جدا جدا. انا عايز اقول لك حاجه، مش مصر مؤسسه بس الالعاب الافريقيه كاس الامم او الكاف سنه 57، لا ده مصر اسست دورات الالعاب الافريقيه اللي أقيمت الدورة الأولى فيها في برازافيل كونغو سنة 65،
برازافيل كانت تعرضت لحرب أهلية كبيرة جدا عشان الاستقلال، واستقلت سنة 60، بس الاستعمار قوم عمل انفصال وعمل جنوب وشمال وتشومبي ضد لومومبا وكلام من ده، وكانت مجازر جامدة، ومصر كانت واخدة موقفها الصح أو الدور الصح مع يعني مع حركة التحرر هناك ضد الاستعمار. الاستعمار طبعا بيبقى ليه عملاء فكانوا شغالين، فمصر قامت بدور مهم جدا. كان مهم جدا ان الرياضة كانت مهمة، او كانت اداة مهمة، يعني ازاتول يعني اداة مهمة جدا لتحقيق هذا التواجد ومساعدة الدول الافريقية. ما كانش دور بالكلام، لا كان بالعمل بالفعل على الارض. انا حكالي المهندس احمد برداش توني عضو لجنه الاولمبياد الدوليه والمؤسس الثاني للرياضه المصريه، شخصيه عظيمه جدا جدا يعني، نبقى اتكلم عنه في حلقه يعني. ده كان مهندس عمليه يعني تاسيس منظمه الالعاب الافريقيه. ليه تاسست المنظمه دي لتعمل دورات الدول الافريقيه؟ اتأسست عشان في مواجهة، كان في دورتين بتتعمل في أفريقيا، دورة للدول الناطقة بالإنجليزية اسمها دورة ألعاب الكومنولث، الدول المستعمرة بريطانيا، والدورة الناطقة بالفرنسية اسمها الفرانكوفونية، اللي حاولوا إحيائها من 10 سنين بعد كده بخلال بطولة. ده احتواء بقى، يعني احتواء واحدة تحت التاج البريطاني اللي هي الكومنولث، وثانية تحت فرنسا العالم الفرنسي. فمصر دخلت من خلال عمل التنظيم وحاجات اللي مش مظبوطة اللي سيئة، واخد بالك المشهد اللي بيحصل دلوقتي. فمصر دور قضى مصر ان هي تقود، والقائد ده بيتحمل بعض الأشياء لكن لابد ان هو يتحمل مسؤوليته. لذلك لابد ان البطولة تنجح، وهتنجح ان شاء الله، زي ما نجحت بطولة 2006، وزي ما نجحت 59 نجحنا 59، وزي ما نجحنا ألعاب البحر المتوسط 59 في اسكندرية، ألعاب الأفريقية 92، ألعاب الأفريقية 92 برضو كانت نقلة تانية للألعاب الأفريقية، أمم أفريقيا 86 91 أعتقد الألعاب الأفريقية كانت 92 كانت في الوقت ده كانت نقلة تانية جدا طبعا، نقلة نفسها للدورة نفسها، الدورة كانت شبيهة بدورة الألعاب الأولمبية. بالظبط كده، ما هي تعتبر يعني ثالث أهم دورة، زي الأمم الأفريقية دي ثالث أهم بطولة في العالم بعد كأس العالم وكأس أوروبا، بعد كاس العالم وكاس اوروبا بالظبط ثالثه. فانت هنا كل العالم كل الاضواء يعني مركزه عليك، وانت هنا نجاح التنظيم ده نجاح لحاجات كتير، لان الرياضه دلوقتي بتعكس او انعكاس للمستواك الحضاري. انت وصلت فين النهارده؟ فالرياضه واجهه او فاترينا حضاريه، لذلك لابد ان هي تنجح. وهنا الاتحاد الافريقي مطالب ان هو يعني يراجع نفسه ويطهر نفسه، وبتكلم على التحكيم لان يعني قلق جدا، لان ممكن التحكيم يعمل مشاكل في البطوله القادمه. ولا يعني ارجو ان ده ما يحصلش، بس احنا كل المؤشرات بتقول هيحصل ده. ايه بتقول هيحصل في مشاكل؟ كل المؤشرات ان التحكيم في افريقيا او لجنه الحكام الافريقيه، واحنا شفنا الكلام ده بقى اتقال علنا بعد ماتش بعد مهزله نهائي ترجي الوداد، واتقال الكلام ده بشكل علني. انفانتينو النهارده رئيس الاتحاد الدولي في تصريحاته لصحيفه ليكيبي الفرنسيه قال الوضع في افريقيا قلق جدا. وفي شيء بياكد ده، وده مثل بمباراه نهائي افريقيا بين الترجي والوداد. بالظبط، قال حتى في اتحادات محليه بتدعونا للتدخل في، لذلك احنا لازم احنا لازم ننتبه لده، ولازم نرشد ولازم نصلح، لان احنا غير خافي على حد. يعني ان احنا كنا باكينج لاحمد احمد، يعني احنا طبعاً. احنا اللي كنا وراه في الانتخابات، واحنا اللي جبناه وسقطنا الثاني، عشان برضو الثاني يعني قعد 29 سنه كان في كوربشن كبير جدا، وبعدين للاسف لقينا في الكوربشن ده بيستمر دلوقتي، فده مش لمصلحتنا. مصلحتنا نقدم حد يكون جدير بمنصبه، ولا صلحنا يعني لو في اخطاء لازم يصلحها، لو في حاجات ملتبسه لازم تتظبط وتصلح. احنا طبعا مش جهه تحقيق ولا كده،
لكن في شواهد قدامنا بتقول ان لا النادي الاهلي اتعرض للتحكيم، التحكيم اتعامل مع النادي يعني اتعرض لظلم كبير جدا وعلى رؤوس الاشهاد وبلا خجل تماما. فطبعا يشاء القدر وتشاء الاقدار ان تتكشفوا في ماتش في النهائي بتاع الوداد وفضايح طلعت. انا وصفت المباراه دي بانها حرب تكسير عظام، حرب طبعا، لان هي كل القوة الخفيه مش الواضحه، لان هي قوة خفيه كانت في هذه المباراه اصطدمت ببعض، فبقت المصلحه هنا متضاربه ما بين الاطراف كلها، مين يساند مين ومين هيدعم مين ومين هيكسب مين. ده انت طبعا هنا مش رياضه، لا المسألة انت خرجت بره خالص عن معايير الرياضه، انت بتدمر الرياضه، وده الكارثه، وده اللي ممكن انتبه ليه انفانتينو او الفيفا يعني، انتبهوا لده لان ده هيأثر عليهم هم، لان هم لسه طالعين من ازمه كبيره، ازمه فساد جامده جدا بعد بلاتر، وبعد الشله بتاعت بلاتر كلها، وكان من ضمنها عيسى حياته، وكان من ضمنها الراجل بتاع اسماء كتيره جدا، وتقريبا معظم اعضاء اللجنه التنفيذيه اللي هم بيختاروا كذا متورطين في فساد، ما عدا الحقيقه هاني ابو ريد بالظبط، ده للحق يعني، هو يعني اونست جدا، وده حاجه مهمه، في اخطاء وكلام منا، بس الحق ده يعني بالنسبه لنا كويس جدا، لمصر كويس جدا، انه مصر او ممثل مصر ما تورطش، مش متورط في ده، وده شيء جيد جدا، لذلك احنا بنطالبه كابتن هاني لازم اصلاح اتحاد الكره المصري واتحاد الكره الافريقي، وانت اللي في الصداره، لان انت اسم كبير، ويقوم بدور وانت اسم كبير لازم تقوم بدور في ده، هنا وهنا المسابقات لازم لجنه انديه تدار بشكل محترف، ومجلس اداره الاتحاد ملوش علاقه بيها، في استقلاليه ليها، قواعد ولوائح تحترم، لان في عندك فراغ تشريعي جامد جدا ادى اللي حصل، اللي طلع الخاسر الوحيد في النادي الاهلي، انت مش مصلحتك النادي الاهلي يخسر وتبهدل بالشكل ده، النادي الاهلي ده يعني انت ده مصر، مش مصلحتي انا اكبر مؤسسه في مصر ان هي تتضرب كده في افريقيا، واحنا مؤسسين الاتحاد الافريقي ومؤسسين الرياضه الافريقيه وحركات التحرر، واحنا حررنا الدول الافريقيه، يعني احنا مصر ما ينفعش الرمز الكبير بتاعها ده يحصل فيه كده، يحصل فيه كده، اكبر مؤسسه رياضيه. يعني بناشد الكابتن هاني بوريدا، هاني بوريدا ما اعرفش هو شخص، وهو اونست جدا يعني، ان هو ينتبه لده، لان اسمه هو اسمه كبير، وواجبه ودوره ان هو وهو بيمثل مصر مش بيمثل نفسه. بالظبط، لا هو بيمثل نفسه بره، بيمثل مصر، يعني بيمثل مصر بصفته ان هو عضو تنفيذي. طبعا بيمثل مصر طبعا، فهو انا حرص عليه، لان هو انا بعتز بيه جدا، ان هو شخص يعني هو كادر مهم جدا، هو شخص في غايه الاحترام يعني. فبقى نرجع تاني، ده نجاح الامم افريقيا هنا في مصر، ده رساله لكل الدنيا ان يعني حجم مصر ودور مصر التاريخي الحضاري الضارب في اعماق التاريخ الضارب في افريقيا، لان ده مهم جدا، احنا عايزين نستعيد دورنا الريادي في افريقيا، انت شايف مصر يعني في مشاكل في المنطقه المحيطه بينا، مشاكل كبيره جدا وضخمه جدا، فمحتاجين افريقيا صح، افريقيا تبقى معانا. وطبعا الرياضه جسر، او الرياضه يعني كان دايما اهميتها ان هي بتبقى يعني اداه مهمه في هذا الصدد يعني، ودي قوه ناعمه يعني، الرياضه هي قوه ناعمه كبيره، النادي الاهلي قوه ناعمه كبيره، نادي الزمالك قوه ناعمه كبيره، انديتك قوه ناعمه كبيره، زي بالظبط رموز الفن ورموز الادب في اي مجتمع يعني، بيتهوفن كان وموتزارت وكلام من ده، عندنا عبد الوهاب وام كلثوم، دي قوه ناعمه جباره جدا ما ينفعش تتمس، لان هي دي الرمز او رمز مهم جدا للبلد وحضاره الدول يعني بشكل عام. المعجزه مش في التنظيم، المعجزه انك قدرت في خلال 3 شهور تنجز اللي تقدر عليه اي دوله تستضيف بطوله قبلها بسنتين ثلاثه، تجهيز ملاعب، تجهيز فنادق، ملاعب تدريب، مش ملاعب المباريات بس، كمان ملاعب تدريب.
انت عندك هو ده كويس، انت عندك انفراستراكشر، عندك بنيه اساسيه تحتيه موجوده كويس، بس كانت محتاجه تتطور، اهملت كثيرا فترة يعني فتره كبيره. الملاعب تحديدا الملاعب كانت غير ادميه، الحشيش والنجيل والكلام ده ده مهم جدا. طبعا في ريكورد اتعمل انه كل ده بيجهز في خلال 3 اشهر، لا ده برضو تشابو للناس اللي تعبت وعملوه. انت دلوقتي تحت هتبقى تحت بؤره الضوء في العالم كله، في العالم كله. لازم يكون عندك، لازم كل شيء يكون صح ومنظم، ما ينفعش حد ينط من السور ويجري وكلام من ده، لازم كل شيء منظم، لان التنظيم لو نجح التنظيم نجحت الدور، فشل التنظيم فشل الدور، لو نجح التحكيم نجحت الدور، لو فشل التحكيم ممكن يأثر على نجاح يعني الدورة. فشل التحكيم لا قدر الله يبقى جزء من فشل تنظيم الدورة ولا ده حاجة؟ لا هيأثر على نجاح الدورة. ليه؟ في ثلاث حاجات بمؤشرات لنجاح الدورات، الألعاب الأولمبية، كأس العالم، التنظيم، التحكيم، الفاسيلتيز يعني، او الشكل العام او لا 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 الفاسيلتيز يعني زي الاتصالات والمواصلات والاقامه والكلام ده كله، ده ده كويس يعني، دي مستوى عالي اللوجستيه مثلا فده الثلاث عناصر دول مهمين جدا. انا قلق بس، وارجو ان اكون اكون مبالغا يعني، انا كنت اتمنى، انا قلق بس المؤشرات عندي اللي فاتت دي كلها مؤخرا خاصة ما تدعوش للتفاؤل، اللي حصل مع النادي الأهلي، اللي حصل في نهائي أندية أفريقيا بين الترجي وال ده الحكم هيلعب في كأس الأمم بكاري جسامة الأزمة كلها ودي ده مؤشر مش كويس، مش كويس جدا. وبعدين سمعنا رؤساء أندية في المغرب في بتاع يعني بيتكلموا عن أخطبوط بيدير بيتحكم في لجنة الحكام كده بالنص، اتقالت كده نصا، أخطبوط يتحكم في لجنة الحكام ويديرها بمعرفته، وده شيء مقلق جدا، لأن الحكام ده هو عصب كرة القدم، العدل، العلاقة، العدالة. عضو المكتب التنفيذي طارق البشماوي مع الجيبوتي أوبيري اللي هو رئيس لجنة الحكام. بصرف النظر يا محمد عن الأسماء، كان احنا بنتكلم يعني كخطوط عامة أو عناوين عامة، التحكيم لو في خلل في خطر. احنا نحب ان احنا كدوله منظمه ودوله رائده وضاربه في التاريخ ان الدوره تطلع ناجحه من كل من مجاميعه، والفرقتين اللي يوصلوا النهائي وصلوا بعداله، بعداله بصرف النظر عن مين، احنا او غيرنا بالظبط. لا احنا محققين 7 بطولات، عاملين ريكورد يعني يعني مش بطوله مش هتضيف ليها، بس هو لازم ناخدها برضه طالما هنا على ارضنا وجمهورنا. بالنسبه للارقام القياسيه يا استاذ سعيد، اكثر المنتخبات الافريقيه المشاركه في كاس الامم هو المنتخب المصري 23 مشاركه، واكثر المنتخبات الافريقيه الفائزه في كاس الامم هو المنتخب المصري 7 بطولات. وفي رقم قياس هيحصل في كاس الامم الافريقيه القادمه ان شاء الله، اذا تاهل منتخب مصر باذن الله ان شاء الله، وده وارد بنسبه كبيره ان شاء الله يعني، الى دور ال 16، هيكون اول منتخب افريقي يصل لعدد من المباريات رقم 100. ده حلو، ده رقم كويس، انا ما كنتش اعرفه. كويس جدا، 100 مباراه لمنتخب في بطولات افريقيه، هيكون منتخب مصر هو اول منتخب افريقي يصل لهذا الرقم. كويس جدا، فدي كلها ارقام قياسيه ان شاء الله تكلل بقى في النهايه بالفوز بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله يا ريت، عشان ده مهم جدا لينا كريكورد، مهم كتاريخ. مصر دايما لابد ان هو مصر في المقدمه دايما، ولازم كل اللي يعني اللي شغالين في البطوله دي يعرفوا قيمة بلدهم أو قيمة مصر. مصر قيمة كبيرة جدا، أقدم حضارة على وجه الأرض، وأكبر دولة في أفريقيا، ودورها السياسي الكبير جدا في المنطقة، تأثيرها كمان يعني تأثيرها السياسي، تأثيرها الحضاري كمصدر إشعاع ومصدر ثقافي، تأثيرها من كل المجاميع. لابد للناس اللي عاملين في الدورة دي من لجنة منظمة وغيره يفهموا الكلام ده. وانا اعتقد ان هم على قدر المسؤوليه، وان شاء الله ممكن يعني تطلع الدوره بشكل مشرف، وانا متوقع ده. وانا شفت ده يعني، شفت نموذج ده 2006 لما كان مدير الدوره كان المهندس خالد عبد العزيز، وكان ده اكتشاف على فكره كابتن هاني بوريدة، انا فاكر ايامها هو عرفني بيه وقال لي ده اكتشاف بعد كده. فشفت ده، وده برضه من المؤشرات المؤشرات الجيده كانت بالنسبه للكابتن هاني بوريدة ان هو اختياراته. بطوله 2006 انا حضرتها، بطوله كانت خارج الوصف، ده صحيح. الافارقه نفسهم والزملاء الصحفيين سواء في شمال افريقيا او الافارقه اللي كانوا موجودين في البطوله،
ما كانوش مصدقين ان دي بطوله بتتلعب في افريقيا. مركز اعلامي في قاعه المؤتمرات في مدينه نصر على اعلى مستوى قالوا لي ساعتها ده ما شفناهوش، كانش لسه طبعا راحوا كاس العالم 2006 كانت في المانيا، ما كانوش لسه راحوا ساعتها، فكانوا بيضربوا مثل ب 2002 كوريا واليابان بالظبط. قال لك مركز اعلامي غير طبيعي، الحافلات كمان اللي كانت موجوده للاعلاميين للتنقل ما بين المحافظات عشان تحضر ماتشات المنتخبات الافريقيه، وانك في كل محافظه في مركز اعلامي ايضا موجود، نشره تصدر صباح كل يوم، ما حدش كان ناقصه حاجه. لا في حاجه تانية يا محمد كمان، وده مهم يعني، اجتماعيا يعني انت كنت بتشوف المدرجات درجه الثالثه عائلات، وكان عائلات ورسمين على وشوشهم وكلام من صح، في بهجه يعني، الدوره عملت بهجه بصرف النظر مين اللي هيكسب، ما كناش بالزبط. عارفين مين اللي هيكسب يعني، الحمد لله احنا يعني كسبناها فاضفنا، بس التنظيم نفسه كان رائع جدا وجيد جدا وسايب اثر، وسايب اثر في كل اللي شافها. شوف انت بتتكلم عليها لغايه اللحظه دي مش ناسيها، انا برضو مش ناسي حاجات كتير جدا اللي كنت انفولفد فيها يعني، كنت جوه المطبخ كنت بشوف يعني، وكان ان شاء الله يجي وقتها الفتره القادمه نتكلم فيها باستفاضه. ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله، وتبقى دوره على نفس على احسن كمان مستوى، يفترض ان احنا اتطورنا اكيد تقنيا وتكنولوجيا وكده، فتبقى واجهه جيده لمصر المتحضره. استاذ سعيد وهبه نورتني وشرفتني، وانا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا الحوار واستفدت بيه حتى على المستوى المهني. ربنا يخليك يا محمد، اشكرك جدا، ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. فقره مهمه جدا متعلقه بتاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر وتاريخ الكره الافريقيه، وكلام بتسمعوه لاول مره عن معاني وامور مهمه جدا عن دور مصر ودور النادي الاهلي، ورموز كمان ونجوم كان لهم دور كبير جدا في الكره الافريقيه، والحديث كان شيق جدا للاجيال يعني مهم جدا تسمع كل هذه التفاصيل. الفقره القادمه فقره مهمه جدا بالتاكيد مع نجمنا اللامع وكابتننا الكابتن خالد العوضي، وحشني بالتاكيد على المستوى الشخصي طبعا، بقول له كل سنه طيب، ما شفتكش من قبل رمضان، لكن ان شاء الله باذن الله بعد هذه الفقره الكابتن خالد العوضي وفي ضيافته اثنين من نجوم النادي الاهلي. الالعاب الاخرى اللي هي بالتاكيد ليها دور في الفتره الاخيره وعامله نتائج متميزه جدا تحديدا في الالعاب الفرديه، ان شاء الله كابتن خالد العوضي عنده فقره مهمه جدا، استنوها ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل انتظروها. شكرا والى اللقاء. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في الفقرة الأخيرة وفقرة الألعاب الأخرى. النهاردة معنا أربع أخبار عن الاستعدادات للموسم الجديد وأخبار عن فوز لاعبينا في الألعاب الفردية، يعني فقرة مهمة جدا طبعا في بداية الموسم اللي احنا نبتدي نتكلم على الموسم الجديد لجماهير النادي الأهلي. هنبدأ مع كرة السلة، كرة السلة وكابتن أشرف توفيق المدير الفني لكرة السلة الجديد اللي تولى المهمة لسه من تقريبا أسبوعين، يعني عمل حديث كبير جدا كابتن أشرف توفيق، واتكلم عن ان هو سعيد بالعودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي، واللي تربى من جدرانه بيشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على الثقة الكبيرة اللي يعني أولاها ليه ان هو يتولى فريق كرة السلة في المرحلة اللي جاية. كابتن أشرف في نفس الوقت ما بينساش نادي سموحة السكندري برئاسة المهندس فرج عامر اللي هو اعتذر أو وافق على رحيل كابتن أشرف توفيق من نادي سموحة، وأكيد بيشكر نادي سموحة وبيشكر مهندس فرج عامر على المدة اللي قضاها لأن كان عقده لسه ممتد، بس نادي سموحة وافق على رحيل كابتن أشرف إلى بيته النادي الأهلي. كابتن أشرف توفيق وعد وعود كتيرة جوه أو اتكلم في حاجات كتيرة جوه، قال إن هو الفريق قادم على بطولات، يعني مطلوب منه ان هو يفوز بكل البطولات او يفوز ببطولات النادي، وفي نفس الوقت يعمل فريق قوي ويبني مستقبل جديد او مستقبل جيل جديد للنادي الاهلي. اكيد برضو عنده مشكله في فتره الانتقالات، فتره الانتقالات اللي احنا بنشوفها يعني الامور مش سهله معاه، لان برضو الموسم تقريبا فتره الانتقالات في مشكله فيها، في اغلب اللاعبين مجددين سنتين ومجددين ثلاثه، لكن هو بيسعى في المرحله اللي جايه باذن الله ان هو يجيب اللعيبه اللي النادي عايزها في المرحله اللي جايه، وفي نفس الوقت يكون عنده لعيب محترف قوي باذن الله يقدر يقود النادي الاهلي الى البطولات. كل التوفيق لكره السله، كل التوفيق لكابتن اشرف توفيق ووجوده وعودته مره اخرى لجدران النادي الاهلي.
نروح للخبر اللي بعد كده. احمد اكرم نجمنا الكبير في السباحه بيحقق الذهبيه في بطوله كاليفورنيا 800 متر، حقق بزمن كام؟ بزمن 8 دقائق 86. احمد اكرم عارفينه من ابرز اللاعبين والسباحين في مصر، وفي نفس الوقت مع هانيا مور ومع علي خلف الله بيعتلوا دايما منصات التتويج في العالم والداخل والخارج، ويتمنى باذن الله في المرحله اللي جايه يكون ليه بصمه واضحه على المستوى الدولي، اشاده من كابتن وائل عزت بالارقام اللي اتحققت في هذه البطوله والميداليه الذهبيه واضافه ميداليه ذهبيه ليها احمد اكرم. هنفضل مع السباحه وهانيا مور وساندي ايمن بطلتنا الكبار في السباحه، وعندهم ما شاء الله عندهم بطولة العالم في المياه المفتوحة من 13 إلى 19 يوليو في كوريا الجنوبية. الاثنين قدروا يجتازوا التجارب في الإسكندرية، كانت في تجارب للمنتخب قدروا يجتازوها، هانيا مورو في 5 كيلو وساندي أيمن في 10 كيلو، يعني نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في المرحلة القادمة بإذن الله، نتمنى لهم المزيد من التألق والبطولات هانيا مورو وساندي أيمن. هنروح لاخر خبر معانا النهارده، كريم عبد الجواد بطلنا الكبير في الاسكواش والمصنف الرابع عالميا في بطوله في مصر بتقام، بطوله قويه جدا في اسمها سلسله الابطال للاسكواش بنادي وادي دجله هو المسؤول عن هذه البطوله، اللي بتقام فين؟ بتقام في البارك بتاع مول العرب، وبطوله مهمه جدا. كريم عبد الجواد قدر يصعد للمباراه النهائيه بعد ما فاز على زميله محمد الشرباجي 2-0. البطوله دي ليها نظام مختلف شويه عن البطولات الثانيه، البطوله دي اللي بيكسب شوطين بيتاهل للدور اللي بعديه على طول. كان البطوله جابوا احسن، البطوله عباره عن 8 ابرز لاعبين في العالم من اخر ترتيب، 8 لاعبين اللي هم من 1 لـ 8 جابوهم رجال وسيدات، من 1 لـ 8 رتبوهم، مجموعة خد رقم 1 ورقم 3 ورقم 5 ورقم 7، مجموعة الثانية رقم 2 و8 ورقم 2 4 6 8، وتقسموا مجموعتين، وقدر يفوز كريم عبد الجواد على محمد الشرباجي بطلنا برضو في مصر، قدر يفوز عليه 2-0 بنتيجة أشواط 11-8 و11-2، 28 دقيقة منتظر مباراة بين محمد أبو الغوار وطارق مؤمن لسه بتلعب حالا دلوقتي، وان شاء الله يتقابلوا بكره الساعه 8:30 في بارك مول العرب، بطوله كبيره وبطوله مهمه لابطال الاسكواش. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل ضيفتنا الكبيره النهارده في الجمباز، فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم مرة ثانية مع نجمة كبيرة، نجمة كبيرة مدربة، أنا استغربت شخصياً هي مدربة، لكن هنعمل إيه؟ هنعرف معاها كل التفاصيل، معانا يارا ياسر وهي مدربة الجمباز لعمر 8 سنين بنات في النادي الأهلي. كابتن يارا مساء الخير. مساء النور. منورانا. إيه شكرا. 18 سنة دي البداية وتكوني مدربة في قطاع صغير في النادي الأهلي، مع إنك كنت بطلة وبطلة كبيرة من 2006 لغايه 2018، ايه اللي حصل؟ ازاي رحنا التدريب؟ هو عاده في المجال الجمباز يعني وكده بيكون المدربين والمدربات بيكونوا سنهم صغير. هايل. وده بيبقى احسن عشان هما بيكونوا لاعبين ففاهمين اكتر، عشان يعرفوا ينفذوا الحركات للبنات او اللي بيدربوهم يعني. يعرفوا ينفذوها بنفسهم بدل ما يكون شرح بس، لا كمان انا ممكن انفذ لها الحركه عشان تشوفها بعينيها. بتعمليها زي ما هي تعلميها يعني. بالظبط. طب خلينا نرجع لبداياتك. انا عارف ان كابتن ياسر عبد العال بابا سباحه وتربولو الموضوع مختلف تماما، ازاي رحت ملعب الجمباز؟ يعني ازاي وصلت ملعب الجمباز؟ مع ان انا عارف ان كل ولي امر او كل كابتن كبير في النادي يقول لك ايه بنتي تطلع زي او ابني يطلع زي، ازاي عملتي؟ هو انا تقريبا الوحيده اللي في عيله اللي طالعه عكسهم كده عكسهم صح؟ عشان كده بسالك. اتفضلي. يعني انا بدات الجمباز من انا عندي 4 سنين في النادي الاهلي، ولسه مبطله تقريبا بقاليش سنه بس، وكان طول السنين طول ما انا بتمرن من ساعه ما بدات مع الدكتوره لميا علي وكابتن جمال عباس طبعا. تمام. طول ما انا شغاله كان فريقنا على طول الاول على الجمهوريه. بس على طول. لا انا عايز اعرف بقى منك التفاصيل، ازاي رحتي ملعب الجمباز؟ يعني انت قلت لبابا لا انا مش هلعب سباحه؟ لا هو القرار ده ما كانش ليا يعني. هو احنا جربنا طبعا السباحه وما جربوا معايا السباحه بس ما نفعتش خالص. يعني انا خالص. كان بيتحكي لي
بتعرفيش تعوم؟ لا بعرف اعوم، بعرف اعوم، بعرف اعمل كل حاجه، بس يعني القرار ده ان انا اروح جمباز ما كانش ليا طبعا، يعني هم كانوا شايفين انا احسن في الجمباز. تمام. لعبه الجمباز لعبه صعبه، يعني لعبه طبعا لعبه صعبه، تدريبها وانت لسه بطله كبيره، تدريبها واوقاتها ازاي؟ ازاي يعني لازم يقعدوا وقت كبير جوه ملعب الجمباز؟ هو طبعا وقت كبير جدا، بس هو ما دام اتعودت عليها وخلاص، يعني قوي ان انت تبطل اللعبه دي. حتى ما بطلت ان انا العبها كنت عايزه ارجع لها كاي حاجه، يعني انا دلوقتي بمرنها وبحكم كمان. يعني تدريب وتحكيم 18 سنه. تمام. طب خليني اعرف، في نوعيه من الجمباز، نوعيتين، في اجهزه وفي انواع الجمباز وناس مختلفه وناس ما عندهاش درايه كامله بالجمباز، عايزك انت بقى كده ككابتن كبير تعرفينا ايه موضوع الاجهزه وايه موضوع الفرق والحاجات دي كلها. هو في اللي هو الجمباز الفني، ده بيبقى كويس. اجهزه عباره عن اربع اجهزه، يعني الاربع اجهزه بيشغلوا كل عضلات الجسم. كويس جدا. في الجمباز الايقاعي، ده بيبقى جهاز ارضي بس بيعتمد على المرونه بتاعه الجسم اكتر من العضلات. وفي جمباز الايروبكس والترامبلين، الترامبلين بيبقى كل شغله ترامبلين، ما بيستخدمش اي اجهزه تانية غيره. والايروبكس يعني شبه الايقاعي شويه، بس برضو عضلات ومرونه، مش مرونه بس، كله مرونه وعضلات. اه لازم الاثنين يكونوا مع بعض. لازم تلعبي الاثنين ولا ممكن تلعبي اجهزه وممكن تلعبي جمباز ايقاعي؟ لا ممكن العب فرع واحد. فرع واحد؟ اه عادي. يعني اللعيبه في الجمباز بتتخصص في فرع واحد وليس في كله، ولا في لعيبه تقدر تلعب كله؟ هو يعني جمباز الفني، يعني انا كنت ممكن العب جمباز فني وبعد ما اخلصه ادخل في حاجه ثانيه، ان هو بيسهل على بقيه اصلا اللعبات الالعاب، سوري، يعني مش جمباز بس، يعني ممكن اخلص والعب سباحه عادي، ان هو بيبقى الفتنس بتاعها جامد وعندي مرونه كمان، فيخليني ممكن العب اي لعبه ثانيه. 12 سنه في اللعب، خلينا في لسه مرحله ان انت كابتن كبير ونجمه كبيره، 12 سنه لعب واكيد عدى عليك بطولات كتيره، بتعتزي بيها كلاعبه، ايه اكتر بطوله اعتزت بيها يا ياسر؟ اكتر بطوله كانت اخر بطوله جمهوريه لعبتها، عشان كان قبلها تعب يعني كتير قوي، ووصلت فيها للمركز الاول على جهاز حصان القفز. هايل. وبطوله كانت كاس عالم في بلغاريا. كويس. خدنا فيها مركز تاني. هايل. هم دول اعز بطولات عندك. ايه اللي انت جوه لعبك كيارا حاسه اللي انت كنت عايزه تعمليه بس مش قدرتيش توصلي له في لعبك بصراحه؟ انا كان نفسي اوصل طبعا للاولمبيكس، بس طبعا ما عرفتش، يعني وصلت ما كملتيش عشان الاصابه. كانت اصابه، وبالنسبه لك الاصابه دي دخلتك في مجال التدريب. بالظبط. لما دخلنا في مجال التدريب، رحنا نتمرن ولا رحنا نتعلم بعد كده نتمرن؟ هو انا رحت امرن تحت مدربه اسمها نجيب، هي مدرب العام دلوقتي للجمباز في النادي الاهلي. كويس. هي كانت بتقف معايا كتير قوي وتعلمني كذا حاجه وانا واقفه بمرن، ولغايه دلوقتي طبعا. اكيد. لا يعني احنا في دراسات تدريبيه ولا لسه بناخد دراسات تدريبيه؟ انا اخدت كورس واحد اللي هو هم 3 ليفلز. كويس. اخدت اول ليفل 1 ده كان السنه اللي فاتت. وان شاء الله داخله الكورس الدولي الثاني في شهر 7. دولي؟ داخله على الكورسات الدوليه على طول؟ اه مش كورسات محليه، داخلين على الدولي على طول. ما شاء الله. اكيد الكورسات دي بتديكي خبرات ثانيه مختلفه مع طبعا، عشان نشوف برضو وجهات النظر بتاعت بره، اكيد هم احسن مننا يعني. فنشوف وجهه نظر كل الناس. بتفضلي مدرسه معينه في الجمباز في مدارس العالم؟ انا ايامي كان نادي كومانشي اسمها كده، صح؟ مظبوط. مظبوط. فكان رومانيا كانت مكتسحه، اعتقد في بلاد مختلفه دلوقتي في مكتسحين. هو امريكا احسن بلد دلوقتي، يعني دلوقتي. البطله الوحيده من سيمون بايلز طبعا. دي مكتسحه. طيب قلتي لي ان انا بطلت والسن الصغير قريب مني، السبع سنين والثمان سنين سن صغير، كيفيه التعامل من بطله كبيره وهي بتتعامل مع اشبال او شبلات بالمعنى الاصح، لسه صغيرين ولسه طالعين للمستقبل، التعامل بيكون ازاي؟ هو التعامل طبعا صعب جدا، يعني التعامل معاها صعب قوي، عشان هم بنات صغيره ولسه مش فاهميني كمان، يعني انا اللي بقوله كمان ساعات ما بيتفهمش. بس طبعا عشان مريت بكل ده ففاهمه هم ممكن دماغهم تكون ازاي، وبيفكروا في ايه، وممكن اعمل لهم ايه عشان يوصل للكلام ده. فعلا قدامنا صوره، وصوره مهمه اعتقد ليكي. ايه البنات الصغيرين الجمال؟ هم دول البنات. هم دول بناتك؟ ايوه. قولي لي بقى اشقيه معاكي وكده وفي التدريب، واروح لمامي وباقي وكده؟ اه شخصيات مختلفه، وعايز اروح التواليت بقى كده. وتسيبيهم عادي جدا جدا يروحوا
بس بابا الماما تويت اوكي، لكن بابا ماما لا، بابا ماما ما ينفعش خالص طول ما احنا في التمرين يعني. الاحسن ان هم يكونوا قريبين مني انا اكتر من بابا وماما يعني. ان هم يجوا يقولوا لي انا عندي حاجه تعباني، حاجه وجعاني، احسن ما يروحوا يقولوا لبابا وماما. اه طبعا اكيد، انت عايزاهم دايما 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 جوه الملعب. ده كان ايه ده بقى؟ ده عيد ميلاد ده ولا يقولي لي؟ آه هم كانوا بعد بطوله الجمهوريه، عشان هم كلهم حصلوا على الميداليه الذهبيه ما شاء الله. انا عارف. فكانوا بيحتفلوا يعني بال كانوا بيحتفلوا بالمركز الاول لسبع سنين مظبوط كده؟ تمام. ما شاء الله بصراحه الموضوع عجبني جدا معاكي يعني. ما اكذبش عليك يا يارا، يعني السن الصغير قلت لي انا كمان بدرب وبحكم. ايوه. الاثنين اتعاملتيهم ازاي وانت لسه بتدرسي مظبوط؟ اه لسه. لا فهميني بقى الحياه ماشيه ازاي؟ يعني قولي لي ازاي بقى تدريب وازاي تحكيم وازاي بندرس بقى في دراسه الثلاثه مع بعض، بتوفقي اوضاعك ازاي الثلاثه؟ هو انا اصلا دماغي رايحه اكتر يعني للجمباز. تمام. زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو لما من ساعه ما بطلت اصلا كنت متضايقه جدا، بس عشان كتفي وكده فكان خلاص لازم. فدخلت بقى في الكورسز بتاعه التدريب، وكمان كان جنبها بتاع التحكيم. وكل ده بقى مع الجامعه الصبح كده. يعني ازاي يعني عندك الجامعه الصبح ولسه بندرس ولسه بنذاكر وفي نفس الوقت بتنزلي بكل قلب يعني عايزه تعلمي الاولاد والبنات الصغيرين حاجات كويسه جدا؟ الجامعه الصبح ده لوحدها ده حاجه كده لازم تتعمل. تدريسي ايه يا يارا؟ بزنس. بزنس. طب بابا ما بيقولكيش سيب التدريب وكده ولا دايما؟ هو كان في الاول كده بس بعد كده خلاص يعني لما شافني تمام مبسوطه فخلاص لا سابني. سابك؟ عادي. بصي الموضوع مختلف جدا، السن الصغير ليه طريقه تعامل، وقلتي لي الموضوع صعب معاهم. بتاخدي كورسات معينه للتعامل مع السن الصغير ده ولا بالطبيعه معاكي بصراحه؟ لا بالطبيعه كده. بالطبيعه وتقدري تتعاملي معاهم؟ انا في الاول طبعا ما كنتش قادره اتعامل معاهم، عشان هم كانوا يعني هم اصلا كتير يعني، هم عددهم 11 بنت وكل واحده بشخصيات مختلفه. بس يعني دلوقتي بقيت عارفه اتعامل معاهم، وكمان باللعب والهزار وانت تقربهم منك خليهم يحبوك كده، ده فرق معايا كتير. شايفه سن المناسب لممارسه الجمباز امتى بصراحه؟ 7 سنين، 6 سنين، 5 سنين؟ لا هو الاحسن ان هم يبداوا من اول سن 4 سنين، عشان لسه الجسم بيبقى يعني لين كده، يعني نعرف ندخل فيه المرونه، نكون لهم عضلات. تقدري تشكلي الكلام ده؟ بيقولوها كده صح في لغه التدريب، بيقولوا بيشكلوا اللعيب وهو صغير. بس اكبر مني شويه. لا اكيد انت كابتن كبير كويس. طيب قولي لي المستوى العالمي في مصر ما بنوصلش وصلات عالميه، نفسي اعرف ليه بصراحه من بطله كبيره زيك؟ هو مش لحاجه، بس هم هنا يعني بره مستواهم احسن بكتير. هو احنا كل اللي لسه ما وصلناهوش دلوقتي هو الاولمبيكس، لكن البطوله العالم والكاس عالم دول وصلنا لهم لسه من قريب، من لعيبه فرح سيد برده نادي الاهلي، والتانيه اسمها فرح احمد. فرح احمد دي الاتحاد الدولي اتحط على رعايه ليها مخصوص مظبوط؟ مظبوط. حطها اشمعنى اختار فرح احمد؟ هي لعيبه متميزه جدا في جميع الاجهزه يعني، في الاربع الاجهزه انا قلتهم هي كويسه جدا ما شاء الله. كام سنه؟ 18 سنه. 18 سنه؟ طيب خدتينا على حاجه ثانيه خالص، الاولمبيكس والحلم بتاعك، هل 2020 تقدر تحقق ولا لسه محتاجين شويه كمان بصراحه؟ هي انا شايفه ان فرح وفرح يقدروا يحققوا ده الاثنين. بس برضو هيبقوا محتاجين شغل اكتر، عشان هما بره برضو مستواهم احسن مننا بكتير. بالنسبه لك الشغل الاكتر ده دعم من اي اتجاه؟ النادي اعتقد بيأدي دوره. نعم. دعم دوله، دعم وزاره الرياضه، ولا يسفروا بره معسكرات خارجيه؟ هو المعسكرات وكده دي بتفيد كتير، عشان كمان بتخلي يعني بتخلي البنات تشوف التمرين بره بيبقى ماشي ازاي. لكن ناحيه الدعم هو من ناحيه المدرب واللاعبين كمان. مش يعني مش حاجه بره، هم اكتر ناس المفروض ان هم يتعبوا اكتر عشان يوصلوا للتوقيت. بعد قولي لي اخبار صاله الجمباز الجديده ايه في النادي؟ لا ما شاء الله دي مساعدانا جدا اصلا على النتائج اللي احنا عاملين نحققها دي. الامور اختلفت كتير طبعا جدا. كان الامور وحتى اللاعبين وسلامه اللاعبين اعتقد الموضوع اختلف في الجمباز بكتير. الامور اختلفت من كنت انا بلعب ما كانش كده خالص اصلا. لا دي كانت حاجه كده يعني بشعه. يعني ما كنتيش قادره تتواكبي مع الامور، لكن اعتقد ان بعد التجديد حصل تجديد فيها كويس جدا. كتير جدا اكيد. طيب اتحاد اللعبه اكيد بيكون عليه دور لدعم المدربين الجدد او الكباتن القديمه، اعتقد عندكم في اتحاد الجمباز بيدعموا ده بكورسات او بدخول منتخبات او قولي لي. هو كان الاتحاد المصري لسه عامل لنا من
حوالي شهر تقريبا او شهرين كورس برضو، هو كورس دولي بس لجميع الناس اللي عامله يعني اللي ليهم حق ان هم يدخلوا الكورس ده، كان برضو على الخبير كيث راسل، كان لمده 3 ايام عشان برضو يود يعني الناس اللي ما دخلتش الكورسز الدوليه اللي هي من اول ليفل 1 لليفل 3. انا بس مش عايز اوقفك بصراحه على الكلام، لكن الصور سريعا بتلف. قولي لي الصور دي حكايتها ايه معاكي؟ دي مراحل السنين اللي احنا اخذنا فيها اول، ده فريقي يعني. ده فريقك؟ لكن في صوره اعتقد كانت ليكي اول صوره بس انت ما لحقتهاش، صوره مين دي؟ ده انا. ايوه بالظبط كده، ايه حكايه الصوره دي؟ احكي لي. هي دي بعمل ولف على البيم. ها؟ هنا ده كان التشين رينج على ارضي. برضه دي اعتقد سن القاهره ده. ودي كانت اول سنه، ده سننا تحت 7 سنين، والدكتوره لميا. لا لا انت فين فيهم؟ وقفوا لنا الصوره بس، انت فين فيهم؟ لا مش عارفه انت فين. لا الصوره بعيده عليكي. ماشي مفيش مشكله خالص، لكن اكيد دي احداث وتاريخ ونفس اهو في صور بتقلب كتير، اعتقد فيكي صور كتيره. دي برضو انت لعيبه؟ نفس الكلام. ايوه. طب قولي لي، يعني نرجع بقى لاتحاد الجمباز واللي بيبتدي يدي كورسات للمدربين الجدد. بالظبط، بقول لحضرتك ان هو اخر فتره دي عمل لكل المدربين الكورس ده، كان نفس الخبير هو اللي ادى ليفل 1 السنه اللي فاتت للناس بقى عشان نشوف يعني يعلم الناس اكتر جميع يعني وجهات النظر الثانيه عشان يعرفوا يمرنوا احسن لسلامه اللاعبين برضو. لسلامه اللاعبين. طيب في الرياضه في الوقت اللي احنا فيه كل ولي امر عايز يشوف ابنه بطل، كيفيه تعاملك مع اولياء الامور؟ بالذات ان السنه ده سنه صغير جدا يعني تعبانه من كل حته. قولي هو احنا عندنا في الجمباز يستحسن ان ولاء الامور ماشي انت اتفرج وقول رايك لو عايز، بس انت مالكش دعوه بالتمرين، انت هتتفرج بس. عاجبني صراحتك قوي بصراحه يعني عاجبني الطلاقه في الكلام وصراحتك في الكلام. قولي لي ها. يعني مثلا كان في موقف كده ولاية امر داخله بتقول لي على حاجه المفروض تتعمل كذا، او يعني ردي اللي هو لا يعني خلي ناحيه التدريب وان هي المفروض تتعمل كذا وما تتعملش دي ليا انا. انت ليكي ان بنتك تطلع سليمه بس كده، غير كده ما فيش حاجه يعني. هل بابا كان بيتدخل في امورك في لعبه الجمباز ولا انت خلاص شقيتي طريقك ودخلتي وتوكلتي على الله وبقيتي؟ هو بيتدخل ان هو اعمل ايه وما اعملش ايه، بس برده مش يعني معاكي. مش مع المدرب او معايا. معاكي انت؟ معايا انا بس. لا بكلمك على هل كان بيتدخل كولي امر طبعاً. جوه اللعبه مع المدربين ولا ملوش دعوه؟ لا لا ملوش دعوه بالمدربين خالص. انت شايفه وجهه نظرك ان ولي الامر يبقى ولي امر يتفرج على ابنه عشان يبقى بطل؟ بالظبط كده. تقول لهم ايه بصراحه؟ شديده. والله حاجه يعني انا اكيد انا خايفه على مستقبلي الاول اكيد، فهبقى عايزه بابنك او بنتك اللي بتلعب معايا اللي انا بمرنها تبقى بطله. 11 بطل. 11 بطله. مش عايزه منهم 10، مش عايزه 9، عايزه 11. عايزاهم كلهم عشان هو في الاخر هيبقى جاي في وشي يعني أكيد. هتبقى حاجه ليا انا. اكيد. مش هتبقى ليك يعني مش هبقى عايزاه يبقى فاشل اكيد. اكيد. طيب قولي لي بقى، احنا لو خرجنا على المستوى العالمي والمستوى الاولمبي نقدر امتى نحقق الميداليه الاولمبيه للجمباز في مصر للسيدات؟ صعبه صعبه ايه اللي انت شايفاه من وجهه نظرك اللي ينقصنا عشان نقدر نحقق الميداليه دي بصراحه شديده؟ خبرات اكتر. خبرات محتاجه ايه؟ يعني انت النهارده كاول سنه ابتدائي تدريب محتاجه ايه؟ محتاجه وزارة الرياضة لاتحاد الجمباز كلاعيبة سابقة كبيرة في الجمباز. هو الاتحاد المصري ان هو يعني يساعدني على ان انا اخد الكورسز اللي فضلالي دي، يساعد ان بقية المدربين كمان عشان يبقى عندنا الخبرة الكفاية ان احنا نعرف نمرن، نعرف يعني نخاف على سلامة اللاعب اللي معايا، اعرف اطور منه على قد ما اقدر عشان نوصل لأي حاجة. هل شايفة ان لعبة الجمباز لعبة شعبية ولا لعبة جماهيرية ولا لعبة لأعضاء الأندية فقط؟ هي لعبة لأعضاء الأندية. الأندية، لأنها ما تقدرش تمارس بره الأندية. بس هو المفروض إن دلوقتي بدأ يكون في أكاديميات غير النادي، يعني غير النادي في أكاديميات كتير فتحت. إن هي برضو تخلي حتى المش مشتركين في النادي أو في نادي معين يعني تعرف تمارس الرياضة دي كويس. شايفه مستقبل النادي الاهلي في الجمباز والسنه الجديده دي شايفاها ازاي بعد ما شاء الله تحقيق كم ميداليات كبيره؟ انا شايفاه طبعا بيتحسن، وده طبعا الصاله اولا. الصاله يعني كله هنحط على الصاله. وطبعا المدربين الجداد اللي جم عندنا النادي هم طبعا الكم كبير قوي كانوا في المنتخب، فده هيرفع من مستوى النادي كتير. يرفع من مستوى النادي كتير طبعا. شايفه ان احنا
جوه النادي الاهلي غير غير فرح وفرح يعني خلاص دول بنات. شايفه ان عندنا ولاد يقدروا يحققوا لمستقبل عالمي في مصر؟ ولاد طبعا يعني عندنا. نقول اسماء ولا بلاش؟ مش عاوزه اسميهم. مش عايزه يعني مش عايزه يعني بس طيب في لا تمام قولي تتمني يكون في بطوله عالميه مثلا على ارض النادي الاهلي في المرحله اللي جايه في الجمباز، ولا البطولات بتكون كافيه للولاد في السن ده؟ لا هو طبعا البطولات اللي تتعمل في النادي الاهلي برده عشان نعرف مستوى الناس اللي يعني اللي بره مصر بتلعب ازاي، بيتصرفوا ازاي حتى في الملعب، نشوف مستوانا جنبهم هيبقى عامل ازاي. يعني انت محتاجه ان يكون في بطولات اكبر شويه داخل ارض النادي الاهلي للسن الصغير والكبير والكبير كمان السن الصغير يعني احتكاك او خبرات تبادل خبرات. وليهم الاولاد الصغيرين بيلعبوا كام بطوله في السنه؟ بيلعبوا ايه؟ كام بطوله في السنه؟ بطولتين. بيلعبوا بطولتين دول مجمعين ولا بيكونوا عباره عن ايه؟ هي بتبقى بطوله الجمهوريه اولى بتكون بيكون الناس كلها يعني جميع النوادي وكمان من اسكندريه وسموحه وكل دول بينزلوا معانا. والبطوله الثانيه بطوله الجمهوريه الثانيه دي بتكون النهايه بتاعه السنه او السيزون اللي هتخليني تترحل للمرحله اللي بعديها. طب احنا بنلعب بطولتين بس في السنه للسن الصغير دول؟ لا للجميع. للجميع هو بطولتين مجمعين بيكونوا كام يوم يعني؟ يعني اشرحي لي الموضوع بيكون ازاي للسن الصغير اللي انت بتمرنيه؟ للسن الصغير بتكون يوم واحد بس. يوم واحد؟ يعني هل من وجهه نظرك ان لعيب يتمرن طول السنه او يتمرن تقريبا 12 شهر بوقت بس الدراسه اللي بيروح او وقت الامتحانات يعني 12 شهر يلعب يوم واحد، ولا نزود البطولات شويه من اتحاد الجمباز بصراحه؟ لا هو كان في يعني كان زمان على ايامي انا كانوا يعني كانت بطوله القاهره وكانوا بيعملوا لنا بطوله في اسكندريه وبورسعيد وبطوله جمهوريه. هو ده كان احسن عشان انا كنت بتعود على جو البطوله وجو التوتر. لكن هو دلوقتي في السن الصغير ده انا شايفاه حاجه وحشه بس عشان يعني البنات لسه صغيره ومش واخده على جو البطوله وتوتر البطوله وكده بس. لكن هو بيبقى ريسك ولازم نعمله. عندنا طموح اكيد عايزين نحققه في التدريب، طموحك فين؟ انا نفسي اروح المنتخب طبعا. نفسك؟ نفسي طبعا. بس انا عارف ان دكتور ايمن، هو دكتور ايمن اللي ماسك اتحاد الجمباز مظبوط؟ دكتور ايهاب. دكتور ايهاب انا عفوا دكتور ايهاب، دكتور ايهاب هو اللي ماسك الاتحاد واعتقد بيدعم المدربين الصغيرين في المنتخبات المصريه. دي حقيقه يعني كنا في يعني مدربين كتير في المنتخب سنهم صغير، هم اكبر مني طبعا ب 7 8 10 سنين بس برضو يعني بالنسبه للسنين اللي فاتت هم سنهم صغير. طيب ده طموح تدريبي اللي انت عايز تروح منتخب مصر تحقيق ميداليه اولمبيه كمدربه؟ كمدربه هي بعيده شويه بس طبعا اكيد ما عرفتش. عندك الطموح ده؟ اكيد طبعا. اخر حاجه اقولها لك تقولي للاسره الكريمه بتاعتك كابتن ياسر عبد العال صديقي العزيز الجميل، تقولي له ايه بجد على المرحله اللي فاتت في الحياه الرياضيه بالذات؟ بشكره طبعا عشان هو من غيره هو ومامتي ما كنتش عارف اعمل اي حاجه من الحاجات دي، وبالذات هم يعني كانوا واقفين جنبي في كل حاجه واي كورس انا عايزه ادخله بيدخلوني. حتى لما رحت المنتخب التمارين والوقت كان صعب جدا مع الدراسه كمان كان الموضوع صعب طبعا من غيرهم كنتش بس عارفه. بس ياسر ما كانش بيوصل، مامي اللي كانت بتوصل مع مامي وبابي الاثنين. بصي مبسوط جدا جدا اللي كنتي معايا يارا بجد، واجهه مشرفه جدا للنادي وحاجه رائعه، واتمنى لك في المرحله اللي جايه باذن الله تكوني تحققي طموحك باذن الله كمدربه وتبقي مدربه منتخب مصر الفريق الاول باذن الله. شكرا. شكرا يا يارا. كان معانا يارا ياسر نجمه في الجمباز كلاعبه وان شاء الله نجمه كبيره باذن الله في التدريب في المرحله القادمه. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمه اخرى بس في العاب القوى ان شاء الله باذن الله نجمه كبيره برضه محققه بطوله افريقيا مؤخرا في ساحل العاج. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بيكم في اخر فقره النهارده في الاهلي الليله، زي ما استقبلنا يارا ياسر نجمتنا في الجمباز في النادي الاهلي بنستقبل كابتن كبير عندنا ولسه يعني قدامها ان شاء الله تحقق بطولات كتيره للنادي الاهلي ومصر باذن الله. بستقبل ريما احمد عبد الله بطلتنا الحقيقه فضيت الشباب في ساحل العاج. ريما منوراني. بنورك يا كابتن. شكرا. بطوله ما شاء الله، اول ببارككك على البطوله كانت بطوله كبيره، لكن بنت وبتلعب رامي قرص
يعني وصلتي ازاي الملعب ده؟ هو كنت عادي يعني بابا وماما عايزين يخلوني العب رياضه كويس، ففي النادي بتمرن، كنت بتمرن تنس، فشافني مدرب مين بقى؟ تفتكري طبعا اسمه كابتن اسلام كويس، قال لي يعني انه انت هتبقي بطله في العاب القوه وكده وجربي وكده، فحبيت ان انا اجرب يعني ما كنتش اعرف يعني ايه العاب القوه، كنتش عارفه بقى العاب القوه اساسا اصلا. بعدين بدات هو يعني شاف ان انا هبقى كويسه في الرمي فوداني لكابتن عيد. كابتن عيد حسين هو طبعا ليه فضل كبير جدا اللي انا وصلت له ده، وغير كده هو اللي خلاني احب الرياضه دي يعني، هو كان من وانا يعني طفله 9 سنين كان بيقعد يقول لي انت هتبقي بطله كبيره، هتبقي بطله عالم، هنشتغل كتير جدا علشان تحققي حاجه كويسه. كان دايما بيوريني مثلا نماذج من عندنا مثلا لعيبه او كده يقول لي في يوم من الايام هتبقي زيها او زيه كده، فخلاني يعني اخلي الرياضه دي اهم حاجه في حياتي يعني. اكيد الرياضه مهمه للبنات والولاد، ايوه، لكن لما تروح الرياضه مرهقه وصعبه، هو اللياقه وصالات حديد والبنت وطبيعه المصريين حاجات مختلفه ازاي؟ وبابي سباحه يعني صح؟ أيوة صح. بابي برضو ووتر بولو، حاجه جميله يعني، يعني حاجه جديده، لعبه جديده ومختلفه، وبعدين بتجمع بين حاجات كتير يعني زي حضرتك قلت يعني فيها فتنس وفيها رمي وفيها حديد، فاكتر من حاجه بتخلي الواحد يعني ما يزهقش يعني، في اكتر من حاجه بيعملها، مش هيزهق يعني. بقولك صراحه بابي كره ميه، كابتن كبير في كره الميه، وبرده جريتي منه من ملعب السباحه وجريتي منه من مجمع السباحه ورحتي على ازاي عملتي ده منه، الصراحه ما قالكيش حاجه بصراحه؟ بالعكس بابا ده يعني على طول اي حاجه احنا عايزينها بيعملها. جميل هو طبعا طبعا. طب رحت جريتي هندسه عشان خاطر بابا ولا ايه؟ لا هو الصراحه انا كان نفسي في فنون جميله بس ما جاتليش، فعشان كده رحت هندسه قسم عماره يعني. بالعكس بابا كان اللي هو اي حاجه انت عايزاها تخشيها، مش ما فيش مشكله، ما فيش مشكله يعني، ما رحتش كليه هندسه عشان خاطر بابا مهندس؟ لا 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 ما حصلش ده، ما فيهوش مشكله خالص. طب ازاي النهارده وقت تدريبي كبير، كليه هندسه كليه عمليه جدا وفي نفس الوقت كمان عماره، فالموضوع الوقت كبير بتاخديه في هندسه او قسم عماره، ازاي بتوفقي بين الاثنين؟ مبدئيا يعني الدكاتره في الجامعه عارفين ان انا بلعب رياضه وان انا يعني عندي تمرين وكده، فبيساعدوني كتير جدا يعني. لما بيبقى في مثلا تمرين، في بطولات، في كده، اي حاجه بتروح عليا بيعوضوها لي وكده، فالدنيا ماشيه يعني الحمد لله يعني. بس موفقه بين الاثنين؟ الحمد لله. بتمرني صبح وبعد الظهر وبتمرني مره واحده؟ في الصيف بتمرن صبح وبعد الظهر، وفي في الدراسه الايام اللي بيبقى فيها اجازه من الجامعه ممكن اتمرن الصبح، ولكن التمرين بعد الظهر دي على طول شغال. بكلمك بصراحه صح؟ صح. طيب العاب القوه من وجهه نظري مش واخده الاهتمام الكبير في مصر، مع انها في العالم هي من اكبر العاب في العالم. دي حقيقه، بس ممكن ده علشان يعني هي يعني مش مفيش مثلا نوادي كتير قوي في بتهتم بالعاب القوه، مفيش مسابقات كتير قوي في مصر يعني، دايما الاعداد بتبقى محدوده فيها فعشان كده يعني مش. طب عايزك بس تبصي على الصوره دي تقولي لي ايه الصوره الجميله دي؟ ها ده انا في بطوله افريقيا اللي فاتت يعني كان صراحه ما كنتش مصدقه يعني، عشان صراحه تعبت جامد قوي عشان توصلي للميداليه دي. لا ما دام تعبتي يبقى لازم اعرف الميداليه دي ازاي عشان توصلي للميداليه. هقول لك الميداليه دي جت بعد ما انا كنت توقفت فتره عشان ثانويه عامه، فتقريبا راجعه للتمرين من الصفر، لانه يعني ثانويه عامه دي سنه طبعا. ما توقفتش سنه بس يعني شهور فمش سهل خالص ان الواحد يرجع، وغير كده كان اساسا مستواي قبل ثانويه عامه كان حصل فيه هبوط، فكنت محتاجه شغل كتير جدا، بس الحمد لله يعني اشتغلت فتره اعداد كويسه يعني، ورجعتني لمستواي في فتره مش كبيره قوي الحمد لله. ريما فترات الاعداد بتكون فترات صعبه، صعبه جدا. مين اللي سرد معاكي فتره الاعداد دي؟ يعني مين اللي عمل البوش القوي ان انت تكوني ترجعي
في وقت صغير وتطلعي بطلة أفريقيا؟ طبعا يعني بابا بيتكلم معايا كتير جدا علشان يعني خليني ان انا ما احسش ان انا يعني اللي هو الياس، سنه الياس دي بتيجي اللي هو عند روح النادي الاهلي بقى. يعني طبعا هو اساسي عند روح النادي الاهلي، بيموت في النادي الاهلي، محتاجه شغل كتير بقى وكده. وانا الصراحه بحب اللعبه دي جدا، ومش عايزه ان انا يعني ما كنتش عايزه ان انا ابطلها، لانه انا حاسه انه لسه بدري جدا، وانا نفسي اوصل لاكتر من كده. يعني انا لسه ما حققتش اللي انا عايزاه. فين يلا بينا الطموح اللي جاي فين؟ يعني عايزه توصلي لفين، او ايه اللي انت حققتيه ولسه عايزه تحققيه؟ الحمد لله يعني دلوقتي ابتديت اللي هو ايه، خلاص مستواي رجع والحمد لله، رقم شخصي جديد. عايزه بقى الفتره اللي جايه اعمل يعني رقم مصر جديد ان شاء الله، ابدا بقى انافس بره كده. بتفكري تفكيرك اللي انت تعملي ده هتوصلي ده ازاي؟ تدريب واصرار بس، هما الاثنين دول. بطولات كتير عدت عليكي في حياتك، اكيد في بطوله كانت مميزه بالنسبه لك وبطوله مهمه في حياتك، ايه اهم بطوله في حياتك؟ البطوله اللي فاتت دي كانت مهمه، لانه كانت يعني ثقه، يعني بترجع لي ثقتي في نفسي. بس دي كانت اهم بطوله، يعني دي كانت اهم بطوله بالنسبه لك. شاركت في بطوله عالم قبل كده بس يعني علشان يعني عملت رقم تاهيلها، التاهيل بتاعها قبليها بشهر. ما كنتش جاهزه لما سافرت هناك، ما عملتش اللي انا كنت عايزه اعمله. فما اتبسطتش قوي، بس اكتسبت خبره، يعني شفت لعيبه، شفت تمارين، شفت منافسه. فكانت كويسه، يعني كانت حاجه كويسه، خبره كويسه في حياتي. الخبرات اللي اكتسبتيها دي في الوقت الصغير ده في بطوله عالم، لما ترجعي تاني بطوله العالم هتكون فين ريما عبد الله؟ يعني اتمنى ان هي تكون من الاوائل، يعني من الاوائل. طيب قولي لي كده، هرجعك شويه لصاله الحديد. والبنت بتلعب حديد واصحابك، الحقيقه انت عارفه كلها بقى البنات فبيتكلموا مع بعض، تخش صاله الحديد ازاي؟ مش ينفعش يعني، احكي لي الموضوع شكله ازاي. يعني بيحصل تواكب ازاي جوه الكليه عندك؟ واكيد كلهم عارفين انت بطله كبيره. الصراحه يعني انا اعرف ناس كتير قوي بتقعد تقول لي احنا نفسنا يعني نلعب رياضه، كان نفسنا جدا فعلا نبقى كده. يعني فكره الحديد للبنت يعني هي مش حاجه مضره، بالعكس يعني. احنا مش بنعمل بقى بودي بيلدينج بقى وكده، لا يعني احنا بس انا بشوف ابطال العالم بصراحه بودي بيلدينج، ما اكذبش عليك، يعني بتفرج عليهم في الاولمبياد بلاقي حاجات أيوه كده برضه، يعني اجسام وعضلات وكده. ايوه بس يعني برضه ما وصلناش لمرحله البودي بيلدينج، يعني اللي هو احنا بنعتوب علشان يعني ناخد اللي احنا محتاجينه عشان نرمي بس. عشان ترمي. طب انا كنت في صاله الحديد وانا لعيب هاندبول قبل كده، وانا في صاله الحديد بزهق. ازاي بتقعدي ساعتين ثلاثه تتمرني مع نفسك لوحدك؟ التفكير، انا عايزك تقولي للناس التفكير انت بتفكري فيه عشان الاصرار اللي عندك والعزيمه القويه جدا انت عشان تبقي بطل، عشان كل اللي بيشوفك اكيد عايزين يلعبوا زيك اكيد النهارده. يعني انا اللي بفكر فيه انه من غير ده مش هوصل اللي انا عايزاه. بس ما حد يعني لازم تعب، لازم اتعب، اشتغل، اكمل شغلي للاخر، حتى لما بتعب او بحس انه مش قادره اكمل. طبعا الكابتن بيقعد اللي هو عاش وكملي وما تقفيش، علشان ايه يعني ما استسلمش للتعب. يعني اي حد لما بيتعب بيحس انه خلاص بقى يعني اريح وكده، بس دايما لما بيبقى عندك هدف لازم تتعب جامد عشان توصل له. يعني هريحك شويه من الرياضه وهكلمك على الاسره، سيف، ادم، عبد الله، صح كده؟ ترتيب مظبوط ولا ترتيب ايه؟ سيف، عبد الله، ادم، مظبوط كده؟ قولي لي البنت الوحيده في البيت في وسط اربعه ببابا، الوضع شكله ازاي؟ بيسبورتوا ازاي الامور معاكي؟ وهما بيلعبوا ايه كمان؟ سيف اخويا الكبير بيلعب ووتر بولو، تمام. عبد الله بيلعب سكواش وبولينج، كويس. ادم يعني حاولنا نخليه يلعب اكتر من كم رياضة. سنه ادم؟ ادم 12 سنه. ده اللي مش قادر عليه، صح؟ مش قادرين عليه خالص. بيمنعك ايه ويجي يشجعوك ازاي ليه في البطولات بصراحه؟ الصراحه يعني انا البطولات اللي بتبقى في مصر هنا دايما يعني اغلبيتها بابا اللي بيجي معايا، تمام. بس لما بيعرفوا ان انا حققت حاجه او كده بيعملوا ايه في البيت بقى؟ يا بيهيصولي بقى البيت وكده. بيهيصولي ويشجعولي وكل حاجه. تروح ملعب الكوره مع بابا؟ كره قدم لا. ليه؟ كلنا بنشجع النادي الاهلي وبنموت في النادي الاهلي. طبعا بتشجعي يعني بتشجعي تلفزيون بس؟ ما تروحيش ملعب الكوره؟ لا زمان خالص كان عمي هو اللي بياخدنا دايما الملاعب.
قولي لي مين مثلك الاعلى في الرياضه؟ كمصريين يعني وكده في المجال بتاعي طبعا في اثنين طبعا لا يعلى عليهم اللي هو كابتن مصطفى الجمل وكابتن ايهاب عبد الرحمن. عامه في اكتر من حد بقى، في كابتن محمد ايهاب مثلا رفع الاثقال يعني ما شاء الله عليه ربنا يوفقه ويكرمه يا رب. اكيد بطلنا كبير اكيد. قولي لي مصطفى الجمل اتعاملتي معاه قبل كده؟ يعني مرنتي معاه؟ بتروحي له تتفرجي عليه بيعمل ايه ولا في الاستاد بيبقى موجود يعني؟ بالنسبه لي هيبه يعني. بتتابعيه؟ مش بتابعه قوي يعني، بس اللي هو موجود يعني. بس هو لعيب في النادي الاهلي؟ ايوه، بس يعني مثلا لما ببقى متواجده في الاستاد وبيلعب ماتش بنتفرج وكده. قولي لي في العمر التدريبي ده اكيد في مدرب مأثر معاكي جوه حياتك التدريبيه، اكيد في حد أثر معاكي مهم جدا. كابتن عيد. كابتن عيد ما اتمرنت معاه 10 سنين 9 سنين او 8 سنين في حياتك؟ في حياتي. تقولي لي كابتن عيد على الهواء. شكرا جدا بجد يعني، من غيره تقريبا ما كنتش هبقى لسه في اللعبه ولا لسه بكمل، لان هو بجد زرع فيا ان انا اللعبه دي هي اهم حاجه في حياتي بجد. اخلص لها من قلبي واعمل اي اتمرن بروح. هو اللي خلاني اتمرن بروح. هو اللي خلاك تتمرني بروح. تطلعي بطله ولا تطلعي مهندسه؟ بطله مهندسه. ده بطله عشانك ومهندسه عشان البيت. صح. مين في وقت الاوقات اكيد في وقت الرياضه، انا بابايا جه واحد فقط قال لي بطل رياضه، انا مهندس. فقال لي بطل رياضه خليك في مهندس. هل ده حصل معاكي ولا خالص؟ بالعكس. يعني تقريبا بابايا اللي هو ايه الجامعه طبعا لازم اروح واتابع واجيب جريدز الحمد لله. بس الرياضه بابايا يعني دايما التمرين عامل ايه، اخباره ايه، محتاجه ايه، كل الحاجات تقريبا اللي بحتاجها عشان الرياضه على طول. ما بيقولش على حاجه للرياضه لا. خلينا نخرج من المستوى المحلي المستوى المصري نطلع على المستوى الدولي والعالمي. عندنا ابطال ولاد، ليه ما عندناش سيدات؟ علشان هنا في التفكير العربي بقى الشرقي ان البنات لازم لما تتجوز بقى تقعد وما تتمرنش او كده. بره لا، بره ممكن تبقى مثلا ام لمثلا ولدين وبتتمرن وبتكسب وبتنافس وكل حاجه. عندك الطموح ده؟ طبعا. مش طموح لا ينتهي؟ طبعا. عايزه توصلي لمرحله كبيره جدا. شايفه ان انت ممكن تحققي ميداليه اولمبيه؟ يا رب. محدش يعني بنتمنى، لكن اكيد في طريق انت بترسمي لنفسك. بنرسمه بس صعب. صعب لانه احنا مش زي بره يعني. بره بيبقى عندهم امكانيات وعندهم اهتمام بكل حاجه. احنا هنا اللي بيوصلنا بيبقى الاصرار والتمرين بس. يعني بره بيبقى ليه اكتر من حد متابعه واكتر من حد معاه، بيبقى ليه دعم اكتر من هنا شويه يعني. بصراحه بتكلم على السيدات في العاب القوى، طالبه ايه من وزاره الرياضه كوزاره الرياضه؟ انا عارف النادي الاهلي موفي حاجات كتيره لعيبته، لكن طالبه ايه من الدوله في الوقت اللي جاي؟ تقول لهم ايه؟ تقول لهم ايه النهارده لوزاره الشباب والرياضه او اتحاد الالعاب القوى؟ تقول لهم ايه كواحده بطله كبيره في افريقيا زي ريما عبد الله؟ مش عارف الصراحه، بس اللي هو يعني احنا بيبقى محتاجين بس اللي هو دعم بس. لكن يعني احنا مش بحس ان احنا مثلا يعني احنا محتاجين اهتمام بس. اللي هو حد يبقى متابع شايف الدنيا ماشيه ازاي، يهتم بالناس الصاعده، يهتم من تحت كده بس. عندنا لعيبه الكوره اكيد السوشيال ميديا طاغيه جامده جدا. هل معاكي سوشيال ميديا برضو الناس بتتابعك في بطولتك وبيباركوا لك وكده؟ يعني مش ناس كتير يعني. مش هكدب، بس في يعني في البطولات الدوليه في اكتر من حد. في اكتر من حد. كلمه اخيره للاسره الكريمه، تقول لهم ايه في حياتك الرياضيه وعايزه ايه منهم في المرحله الجايه كمان؟ يعني انا يعني عايزاهم يفضلوا زي ما هم دايما في ظهري وبيدعموني ان انا ابقى كويسه. بس ويعني واسرتي دي مش بس بابايا ومامتي يعني. النادي الاهلي بمدربينه بجهازه بكل الناس يعني بجد الدعم، بيدوني دعم نفسي كبير يعني. بجد مبسوط جدا جدا ان انت كنت معايا النهارده، وحاجه مشرفه جدا، وانا عارف ان انت ان شاء الله من بطوله افريقيا لبطوله عالم، وان شاء الله على الاولمبيك جيمز قريبا باذن الله. ان شاء الله. ميرسي يا ريما اللي كنت معايا النهارده، وباذن الله اقابلك قريب ان شاء الله باذن الله. كده يعني النهارده بنبارك لريما على فضيه بطوله افريقيا، ونقول لها ان شاء الله باذن الله هنكون معاها قريب باذن الله في بطوله العالم وان شاء الله في الاولمبياد. ده اخر الحلقه، بشكركم والى اللقاء.